كده كويس. بصوا الطريقه بتاعتنا بتعتمد على ايه؟ ان احنا في الاول زي ما شفنا خدنا الموضوع وشرحناه على السبوره وكله تمام. بعد كده المفروض يعني نظريا انه اللي معاه كتاب لما يبقى معاك الكتاب بتاع الاسم هتبص تلاقي اول مذاكره ليك تبقى معايا ان شاء الله. ازاي؟ ده اللي هو هيجي يعني ان شاء الله في يوم من الايام. الكتاب بنبتدي نقراه سوا، نبتدي نشوف احنا ذاكرناه ازاي، نبتدي المعلومات اللي هي فيها شويه تفاصيل او حاجات زي كده اللي احنا ممكن نبقى امبارح قلناها بسرعه او ما ثبتناش عليها نتعبد عليها. اول حاجه لما تفتح الكتاب ان شاء الله هتبص تلاقي انه بيبتدي يشرح لك يعني ايه في هايبوثالاموس، يعني ايه بيتيوتري، الكلام ده قلناه امبارح، وازاي ان البيتيوتري دي فيها انتيريور بيتيوتري وفيها بوستيريور بيتيوتري، وقلنا انه الانتيريور بيتيوتري ده اصلا جايه كابورد جروث من الفالكس ده امبريولوجي، انما البوستيريور بيتيوتري زي ما انت شايف نازله من 50 ناس. بعد كده بيبتدي الكتاب يستعرض ازاي الهرمونات اللي بتطلع من الهايبوثالاموس ازاي في جلاندوتروبين ريليزنج هرمون، وده الهرمون الرئيسي اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح. قلنا ان هو ليفا بتلايد يعني معمول من تين امينو اسيد، ودي حته مهمه قوي ان هو ليه فيري شورت هاف لايف، يعني بيعيش فتره قصيره قوي. فاكرين احنا قلنا امبارح بينتقل من الهايبوثالاموس للبيتيوتري عن طريق الهايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتر سيركيليشن. عبال ما بيطلع من الهايبوثالاموس ويروح البيتيوتري ويشتغل بيبقى تحلل وخلص، وبالتالي مفيش تحليل في الدنيا اسمه ان عايزين نقيس عند الست دي جونادوتروبين ريليزنج هرمون. فاهمين الفكره دي ولا لا؟ يعني مش هتلاقيه يظهر في الدم في السيستميك سيركيليشن، فهو ما بيتقاسش. طيب واحد يقول لي امال اعرف ازاي هو كويس ولا وحش؟ ما تشوف عمايله يا جدع، ما تشوف عمايله. لو لقيت ان العيانه الهرمونات الاف اس اتش والال اتش والاستروجين والبروجستيرون والاوفيليشن بتاعها كويس يبقى الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي عندها كويس، لو وحش يبقى وحش صح ولا لا؟ يبقى اذا الحته دي مهمه ان هو ليه شورت هاف لايف فيو مينتس، وبالتالي على ما بيخرج من الهايبوثالاموس ويروح البيتيوتري بيبقى تحلل واختفى، وبالتالي الاعتماد الرئيسي ان انا اقيسه هو شخصي. قلنا ان هو بيطلع من الارك نيوكليس، قلنا ان هو بيطلع من فالسيتايل مانر، قلنا ان دي مهمه قوي فالسيتايل مانر، وقلنا تفرق قوي من دوره ان فالسيتايل مانر ده. يمكن الكلام ده انا قلته في الميتنج لازم يطلع الفالسيتايل مانر عشان يروح من الهايبوثالاموس للبيتيوتري على شوكه، فلما يروح الفالسيتايل مانر على شوكه يبتدي اطلع اف اس اتش والا اتش. انما لو كان جه كونتينيوس فاكرين ولا لا؟ قلنا لو اتاخد كونتينيوس بيبتدي يعمل داون ريجيليشن للبيتيوتري ايه؟ ريسبت. جميل. وظيفته بعد كده ان هو يروح يطلع الاف اس اتش والال اتش. طيب دي حته مالهاش دعوه بامراض نساء او ليها دعوه بس يعني بارتشلي كده. طيب هل السؤال سيدي هل في هرمونات اخرى، هل في هرمونات اخرى بتطلع من الهايبوثالاموس؟ اه بس خلي بالك بقى من الكلام ده. بيطلع كمان من الهايبوثالاموس ثايرويد ثايروتروبين ريليزنج هرمون تي ار اتش عشان لما يروح الانتيريور بيتيوتري يطلع تي اس اتش. بيطلع كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون عشان لما يروح يطلع اي سي تي اتش اللي شغل بعد كده الادرينال جلاند. بيطلع الجروث هرمون ريليزنج هرمون عشان لما يروح الانتيريور بيتيوتري يطلع الجروث هرمون. الله، يعني الهايبوثالاموس وظيفتها انها تشغل الانتيريور بيتيوتري صح ولا لا؟ ما عدا حاجه واحده بس، الهايبوثالاموس بتنهبت السكريشن بتاع البرولاكتين وليس تعمل له ستيميوليشن. حقوا فاكرين امبارح احنا كنا قسمنا الانتيريور بيتيوتري لثلاث انواع من الخلايا صح ولا لا؟ الخليه الاولانيه كروموفوب وقلنا دي ريزيرف سيل مش كده؟ والخليه الثانيه كانت ايه؟ بيزوفيل اللي هي الخليه الايه؟ اليوميه مش كده؟ الخليه اليوميه دي بتطلع تي اس اتش واي سي تي اتش واف اس اتش والا اتش صح؟ بيطلع منها ستيميولاتري هرمون من الهايبوثالاموس يشغله سهله؟ طيب الخليه الموسميه اللي هي الاسيدوفيل بتطلع جروس هرمون بيطلع هرمون يريليز. طيب والبرولاكتين بيطلع هرمون يسبرس لان ده هرمون موسمي جدا انا عايزه عند ايه؟ عند الرضاعه.
لما تيجي الست بترضع مش كده؟ تيجي يطلع امبلس من البريست تروح الهايبوثالامس. تقول للهايبوثالامس والنبي بلاش بقى موضوع الانهبيشن، تبطل الانهبيشن. فلما الهايبوثالامس تبطل الانهبيشن يقوم يبتدي البرولاكتين ده ايه؟ يعلى. طيب بصوا بقى حته ابلايد هامه جدا. لما انا يبقى عندي هايبوثالامس كده والبيتيوتري كده وقلنا في بينهم هايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتر سيركيليشن. لو الهايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتر سيركيليشن دي اتقطعت لاي سبب يحصل ايه في هرمونات البيتيوتري؟ الحلويات دي كلها هتقل ما عدا مين الهرمون الوحيد اللي هيزيد؟ برافو عليك البرولاكتين مش كده؟ يبقى وانس ان الكونكشن دي اتقطعت وهنقول الاسباب قطعها ليتر اون بين الهايبوثالامس والبيتيوتري هبص الاقي كل الهرمونات اللي طالعه من الانتيريور بيتيوتري حصل لها ايه؟ قلت سوري ما عدا الهرمون الوحيد اللي هيزيد هو مين؟ البرولاكتين. جميل. اتكلمنا عن الجونادوتروبين ريليزنج هرمون وقلنا ان هو دي كابتايد وقلنا يمكن دي قلتها اكتر اول امبارح فبعتها النهارده. قلنا ان هو بيطلع له دايما من السي ان اس. يعني ايه سي ان اس؟ شويه النيوكلياي اللي حواليه. النيوكلياي اللي حواليه بتاع الهايبوثالامس اللي هي بتتحكم بقى في المود وبتتحكم في الفود والحاجات زي كده. بيطلع حواليه كيميكال ميديتورز. الكيميكال ميديتورز دي لو زادت عن حدها شويه بتيجي تعمل له انهبيشن. اللي انا اتكلمت عنه امبارح اللي بيطلع جنبيه كده من الماينيال بودي فاكرين كان اسمه ايه؟ بلاتونين. هايلي البلاتونين ده اللي كان عامل له كونتينيوس سبريشن قبل البيوبرتي. اللي لما بيبتدي عند البيوبرتي اللي يبتدي ايه بقى؟ يبتدي الجونادوتروبين يطلع. طيب في ايه كمان؟ في سيروتونين، في دوبامين. الهرمونات دي بتاعت ايه يا اولاد؟ بتاعت المود مش كده؟ فلما يبقى في واحده عندها ستريس از ديفنسيف ميكانيزم من الجسم بيبتدي السيروتونين ده يعلى، بيبتدي الدوبامين ده يعلى، ده ديفنسيف ميكانيزم. فلما السيروتونين والدوبامين دول يعلوا يبتدوا يعملوا سبريشن للجونادوتروبين ريليزنج ايه؟ هرمون. فيبتدي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون يقل. والسيروتونين والدوبامين دول اللي هيفسروا لنا ليه البنوته او السكتوته اللي عندها ستريس او انكزايتي او عفريت ازرق يبتدي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون يقل عندها ويبتدي يحصل عندها امينوريا او ما شابه ذلك. كلمتكم في الميتنج برضو على فكره البيتا اندورفين الاوبيويد وقلنا المثل بتاع البنت سيرينا ويليامز. سيرينا دي اللي هي بتلعب اكسرسايز واللي جزء من الفسيولوجي بتاع الاكسرسايز عشان عضلاتها وجسمها ما يوجعهاش من اللعب الكتير بيبتدي البيتا اندورفين يزيد من الزي ان اس. وازاي البيتا اندورفين ده ممكن يعمل سبريشن لهذه الايه؟ الجونادوتروبين ريليزنج هرمون سكريشن. يبقى معرفتي ان السي ان اس ليه كنترول ومعنى كلمه سي ان اس يعني الكيميكال ميديا ما سي ان اس دي يعني كيمياء. معنى سي ان اس يعني شويه الكيمياء اللي موجودين في المنطقه دي يقدروا انهم يعملوا سبريشن للايه؟ الاربوت نيوكليس للجونادوتروبين ريليزنج هرمون وبالتالي للاف اس اتش والال اتش من البيتيوتري. طيب الانهبيتوري افكت ده زي ما اتفقنا مش موجود طول الوقت، ده موجود مواسم. يعني الميلاتونين ده موجود امتى؟ قبل البيوبرتي. الدوبامين والسيروتونين دول موجودين امتى؟ مع الاسترس. الاوبيويد موجوده مع الاسترس والاكسرسايز وهكذا. طلع الجونادوتروبين ريليزنج هرمون واتفقنا ان هو المفروض يطلع ان بالستايل مانر عشان يستيميوليت الريليز بتاع الاف اس اتش والال اتش، صح ولا لا؟ اوكي. وكنت لو انا بقى اديته كونتينيوس مانر بيعمل داون ريجليشن. بص يعني ايه داون ريجليشن يا ولاد؟ يخلي السيرفس بتاع الخلايا ياكل الريسبتور، شايفينها؟ ياكل الريسبتور. ده معنى كلمه داون ريجليشن اوف ذا ريسبتور. لما السيرفس بتاع الخلايا ياكل الريسبتورز تبتدي الريسبتورز تقل، يبتدي البالسيتايل سكريشن اللي جواني ده يبتدي يبقى ايه؟ ملوش افكت، ملوش ايه؟ افكت. طيب. اتكلمنا بقى دي شرحناها امبارح. وقلنا نركز قوي بقى قلنا المسرحيه كان فصل اربع فصول صح؟ قلنا في الاول بيبقى في عندي بريموديال كولكتر صغيره شايفينها الاسكوليت قليل بروح اتاكد في الاتش اكبر الفولكتر زي في واحده ضمنت يبتدوا يطلعوا استروجين يبتدي الاستروجين في البدايه يمارس فضيله النيجاتيف فيدباك فيبتدي الاف اس اتش يقل وده مهم قوي علشان ابتدي اعمل سلكشن للايه؟ للاوبر. هذا السلكشن للاوبر يبتدي دور
بتخفوا بينما الدوميننت فوليكل ديت بتكبر لغايه لما تطلع ايده اكتر من 200 لمده يومين وساعتين فيبتدي يحصل. بصوا بقى ادي اف اس اتش سيرج سوري او ال اتش سيرج ومعاه اف اس اتش سيرج يبتدي يعمل اوفيليشن يفرقع ثم يصفر يعمل ليمونيزيشن للجرانيلوزا سيل فيبتدي البروجستيرون يعلى اللي هيبتدي يعمل نيجاتيف فيدباك ويقله فيبتدي الاف اس اتش والال اتش قالوا ابتدى الكوربس ديجنريت جرادولي ويبقى كوربس ديجانس وبعد كده كوربس فايبروز. ده التيبل اللي احنا كتبناه امبارح اللي ايه فين انا اهو عمال يقول لي هنا اهو الجدول اهو خلاص كده الجدول عمال يتخانق عليه كده. طيب ده الجدول اللي احنا امبارح كتبناه. الجدول ده زي ما اتفقنا لما الاوفري بيبقى فيه بريموديال فوليكل بيبقى الاستروجين ليفل قليل وده معناه ان الاوفري محتاج انه يكبر الفوليكل فالاف اس اتش بيبتدي يعلى مش كده. وبعدين المرحله الثانيه لما الفوليكل دي بتبقى جروين فوليكل بتكبر بيبتدي الاستروجين يعلى وده معناه ان الاوفري محتاج يختار واحده بس تبقى دوميننت وده اللي بيخلي الاف اس اتش يقل مره ثانيه. بعد كده بيبتدي الكوربس ليوتيم يطلع بروجستيرون ده معناه ان انا محتاج السايكل تخلص فبقلل ال ال اتش والايه والاف اس اتش. كويس بصوا بقى كل كوم بقى كل كوم والرسمه دي كوم تاني يعني شوف اهم حاجه لو انت فاهم الرسمه دي تعالوا ايه نفك رؤوس حجر بنحك ونشوف ايه بقى الرسمه دي. الرسمه دي الازرق ده استروجين الازرق ده استروجين لا بتركز معايا بقى بس عشان ما اقول وانا بوش ده استروجين الازرق ده ماشي. شوفوا الاستروجين في اول السايكل بادي ايه يا ولاد الاصغر الاستروجين اللي في اول السايكل بادي صغير معناه ان الاف اس اتش ده يبتدي يعلى جرادولي صح. الاف اس اتش ده اللي لونه ايه اخضر يبقى الاستروجين ده لما يبقى قليل معناها انه الاف اس اتش يبتدي ايه يعلى. لما الاف اس اتش سوري لما الاستروجين يعلى مش كده يبتدي يمارس فضيله الايه النيجاتيف فيدباك فيبتدي اهو الاستروجين عالي الازرق ده فيبتدي الاف اس اتش يقل ايه يقل جراديوال مش كده. طيب كويس. طيب بعد لما الاستروجين ده يكسر حاجز ال 200 شايفين حاجز ال 200 الازرق ده كسر حاجز ال 200 وتنيته قاعد فوق ال 200 لمده 50 ساعه مش كده. بعد لما يقعد فوق ال 200 لمده 50 ساعه هيبتدي يستجريت ان ال ال اتش يعلى وكمان ما عادش في الاف اس اتش عالي ازاي شويه يبقى هنا ابتدى الاف ال ال اتش يعلى والاف اس اتش ايه يعلو. طيب كويس. من اول بدايه ال ال اتش مع عالي ابتدى يحصل ايه؟ ان البروجستيرون يبقى موجود مش كده؟ علو البروجستيرون ده بيأوجمنت ال ال اتش سيرج الكلام ده قلناه امبارح صح؟ فيبتدي ال ال اتش سيرج ده يبقى رهيب ورهيب جدا وده معناه ان البروجستيرون الاخر هيبتدي يعلى ويعلى البروجستيرون يعلى البروجستيرون ومين كمان يعلى معاه؟ الاستروجين. ليه؟ لان انا عليت الاف اس اتش وال ال اتش مره ايه؟ مره ثانيه. طيب لما يبتدي البروجستيرون يعلى لغايه لما يوصل لمكان معين يبتدي يعمل هو بقى النيجاتيف فيدباك على الهرمون الاخضر اللي اسمه ال اتش والهرمون سوري اللي هو اسمه اف اس اتش والهرمون الاحمر ده اللي اسمه ايه؟ ال اتش. عشان ينزلوا هنا خلي بالك من حاجه طول السايكل في اف اس اتش وطول السايكل في ال اتش صح ولا لا؟ موجودين لا يختفوا هما بس بيعلوا ايه؟ ويوطوا. ليه؟ لان انا معلمك من امبارح ان ليهم كام وظيفه وظيفتين وظيفه اسمها استرويدوجينيسيس ووظيفه اسمها اوفيليشن. الاسترويدوجينيسيس اللي هنتعلمها النهارده ان شاء الله يعني اطلع ايستروجين وبروجستيرون واندروجين ودي وظيفه موجوده طول الشهر. لو قست عند واحده ست ايستروجين بروجستيرون اندروجين او جبت بتاع معمل تحليل هيقول لك بص بقى في الفوليكولار فيز بيبقى كذا وفي الاوفيليشن بيبقى كذا يبقى موجودين طول الايه؟ طول الشهر. انما هي الفكره انه انا عندي الكيرف ده اللي انا بقعد ايه؟ اعلى واوطى ايه؟ واوطى فيه. اللي فاهم الكيرف ده هعيده تاني، اللي فاهم الكيرف ده يا ولاد ده معناه انه فاهم كويس قوي الفيميل من جوه طول السايكل بتبقى عامله ازاي، ودول كمان مع بعضينا كده. يبقى تعالوا نشرح الاربعه فيزز على هذا الكيرف. في اول السايكل ونقولها بقى على الاوفري، في اول السايكل ما تقولهم كلهم كده، هو انا عندي بريمورديال فوليكل ايه صغننه صح ولا لا؟
البريمورديال فوليكل الصغيره الاستروجين اللي طالع منها استروجين ايه؟ قليل. فيبتدي مين يعلى؟ يلا على اف اس اتش اهو، فيبتدي يستيميليت الجروث بتاع الفوليكل. لما يستيميليت الجروث بتاع الفوليكل الاستروجين لازم ده يحصل فيه ايه؟ يعلى. يعني. لما يعلى يمارس فضيله الفيدباك، فيبتدي الاف اس اتش ايه؟ لما الاف اس اتش يقل يبتدي يبقى عندي واحده دوميننت فوليكل والباقيين يموتوا. ماشي، الدوميننت فوليكل دي لسه مكمله معانا ولسه الاستروجين ايه؟ بيعلى لغايه لما الاستروجين يتنته فوق ال 200. وهنا شوف المعنى ان فوق ال 200 ان هو مش 200، لا هو فوق ال 200، يعني عمال يعلى فوق ال 200 ومكمل فوق ال 250 ساعه يومين وساعتين. وده معناه ان انا هبتدي اقول انه انا عندي ماتيور جرافيان فوليكل. الماتيور جرافيان فوليكل دي يجب يحصل لها اوفيليشن فيطلع ال اتش سيرج. شايفين السيرج يعني ايه؟ يعني سبايكي، يعني فجاه ديب خلاص؟ فيطلع ال ال اتش والاف اس اتش سيرج يفقع ويصفر، يحصل اوفيليشن ويبتدي البروجستيرون يعلى لغايه لما يوصل للبيك بتاعه عند اليوم ال 21. وده يبتدي يعمل سبريشن للاف اس اتش والال اتش اللي هينزلوا كلهم تحت. وشوف بقى كل الهرمونات في اخر السايكل ايه؟ راحت، عشان نبتدي سايكل من الاوفر اللي ايه؟ الاخر. في حاجه غلط؟ الكيرف ده في عنده فيه مشاكل، في عنده فيه عايز يتطلع فيه حاجه؟ عيني اتفضل. لانه حبيبي ما هو في حاجات يعني ايه؟ انا محتاج في الاوبيليشن الاثنين ال اتش والاف اس اتش سيرج. انت المعلومه اللي عندك انه لا انا عايز ال اتش بس، فانت مستغرب والاف اس اتش ده ايه اللي جابهم في الموضوع؟ لا معلش انا محتاج الاثنين. الاف اس اتش ده وهعلمك ان شاء الله ان هو اللي بيفتح السبيسز اللي بتوين الجرانيوزا سيل عشان ال اتش يخش. يعني محتاج الاف اس اتش ده لان هو بيطلع ال اتش ريسبتور، محتاجه عشان حاجات كتير. انت مستغرب بس وجوده هنا، محتاجه عشان الاسترويد وجينيسيس اللي انا هعلمه لك دلوقتي، ماشي؟ هو ليه وظائف يعني. طيب امبارح في السريع البني كنت كلمتكم على الفيزس مش كده؟ وقلنا ان في الاول فوليكيولار فيز. الفوليكيولار فيز بيقول لك ايه؟ المين بتاعها 14 يوم. اه صح، المتوسط بتاعها 14 يوم. احنا قلنا ايه؟ انها ممكن تبقى اسبوع وممكن تبقى ايه؟ ثلاث اسابيع. في المتوسط اسبوعين اللي هم 14 يوم. جميل واسمر. From the first day of menses till ovulation، صح ولا لا؟ وفهمنا دي؟ طب انا بقى ايه؟ احب ايه؟ اخلص انا اللوكش على بعضها، هتفهموا السيستم جرادولي، اخلص اللوكش على بعضها عشان لما اجي اقرا ما اقفش بقى المشرح بتاع زي دي، فاهمين الفكره؟ اوكي. من الفيرست داي اوف ذا منسس لغايه الاوفيليشن. الاول كان عندي بريمورديال فوليكل، فاكرينها ولا لا؟ المكونه من اوغوسايت. ايه مش عارف يعني ما ذاكرتهاش. طب معلش ممكن اذاكرها واقولها لكم في الامبريولوجي؟ يعني قرايتها دلوقتي انت لا عارف يعني ايه بروفيز ولا ايه فيرست مايوتيك ديفيجن ولا ذاكر. بس انا في الامبريولوجي اشرح لك حاجه اسمها اوغوجينيسيس وفهمك يعني ايه فيرست مايوزس وبيحصل امتى ويعني ايه سكند مايوتيك ديفيجن وبيحصل امتى، وبالتالي يبقى الجمله دي ساعتها ايه ليها معنى مش كده؟ فدي عديها بقى. surrounded by single layer of latent cells. اسمها ايه كان الفلاتن سيلز؟ جرانيوزا. وسيكا على العالي فاكرين في سيلز حواليها في الاستروما اسمها ايه؟ سيكا سيلز. البريانترال اللي هي السكند ستيج من الاوسايت بيبتدي الاوسايت تكبر والجرانيوزا سيل فاكرين تبقى مالتيبل لاير وتبتدي تظهر فيها ايه؟ فاكيول. بالمناسبه ايه الفاكيولز اللي كانت ظهرت لما انا كنت رسمت امبارح كده اوسايت كبرت كده شويه وابتدت الجرانيوزا سيل تبقى مالتيبل لاير كده وابتدى الفاكيول. الفاكيول دي عباره عن استروجين مخزن. عباره عن استروجين ايه؟ مخزن. طيب. بعد كده اتكلمنا عن البري اوفيلاتري اللي هي الانترال فوليكل اللي هي شويه الفلويد ده فاكرين لما اتجمع وعمل لي بري ايه؟ لو انت امبارح فاكر السبوره انا كنت كاتب الكلام ده، كاتب بريمورديال وبري ايه؟ اوفيلاتري. الاوسايت بتبتدي تتزق ناحيه عشان هيحصل بقى منها اوبيليشن زي كده. شوف الاوسايت بتتزق نواحي بقى كده علشان يبتدي يحصل فيها اوبيليشن وتخرج ويبتدي الانترال ده يكبر لان كل الحاجات اللي كانت صغنطاطات دي ابتدت تتحد مع بعضيها. ماشي؟ و ده اوسايت تروح ناحيه وبعدين يبقى حواليها
جدار، والجدار ده مهم جدا جدا اللي اسمه زونا بيليوسي ده، بيبتدي تسكريت هايالورونيك اسيد حواليها عشان يبقى حواليها جدار. الجدار ده اسمه زونا بيليوسي ده، يعني الزون الشفاف. ليه؟ لانه معمول من هايالورونيك اسيد. تاني فاكرين يعني الهايالورونيك اسيد ده ايه الايفكت بتاعه بعد كده؟ هيبقى عنده هايالورونيديز علشان اقوى سبيرما هو اللي ياكله ويعدي، علشان النظريه بتاع البقاء للاقوى بتاع الاخ داروين ان السبيرما هو القوي هو اللي يروح هو اللي يقدر هو اللي يستطيع. ماشي. الفيكا سيل هتبقى فيكا انترنا وفيكا اكسترنا، يبقى فيها خلايا داخليه لازقه كده وفيكا اكسترنا خارجيه كده بره. ده التغيرات بتاعه الفيكا سيل. وبعدين الجرانيلوزا سيل مالتي بلايرز نفس الحكايه، مفيش حاجه مفيش فيها تغيير. ده اولاد اللي اسمه ايه؟ ده اللي اسمه الفوليكولار فيز. هنا دي احنا شرحناها امبارح. هو ليه من ضمن الفوليكلز الكتير اللي بتخش في السبب بيبقى في سيلكشن لدوميننت فوليكل؟ بصوا هي كلمه واحده في الاخر وهتشوفوا كل البقدونس اللي جاي ده عباره عن كلمه واحده قلناها امبارح، ان فيها نمبر اكتر من الاف اس اتش ريسبتور. مش انا هقول الكلام ده؟ الاوفم اوف اف اس اتش ريسبتور كتير هي دي اللي هتبقى دوميننت فوليكل. طيب امال ده مكتوب لي اربع نقط يا دكتور، اولهم هاي نمبر اوف اف اس اتش ريسبتور صح، وبعدين ايه دي؟ هايست كونسنتريشن اوف اف اس اتش انديوسد اكابتشين هايست كونسنتريشن اوف اف اس اتش انديوسد ال اتش ريسبتور. يعني مين اللي بيطلع ال ال اتش ريسبتور يا اولاد؟ فاهمين ولا لا؟ طيب هي دي هي دي ولا لا؟ هي. ليه؟ لان انا لما يكون عندي ادي الخليه اهي، ادي الجرانيولوزا سيل اهي، عليها اف اس اتش ريسبتور كتير صح؟ فتقوم هي تطلع ال اتش ريسبتور ايه؟ كتير. فاهمين الفكره ولا لا؟ فاهمين الفكره ولا لا؟ يبقى لما الخليه الجرانيولوزا يبقى عليها اف اس اتش ريسبتور كتير، يبقى الاف اس اتش انديوسد ال اتش ريسبتور هيبقى كتير صح ولا لا؟ يبقى مفيش تغيير مش كده؟ طيب الاف اس اتش ريسبتور دي بتنديوس انزيم هنا اسمه اروماتيز انزيم، هشرحه حالا دلوقتي. علشان الاروماتيز انزيم ده يطلع استروجين، والاستروجين ده يبتدي يطلع مور اف اس اتش ومور ال اتش ريسبتور. اقول كمان لما يبقى عندي اف اس اتش ريسبتورز كتير، الكلام ده هيخلي فيه انزيم اللي هو بيصنع الاستروجين. اسمه ايه الانزيم اللي بيصنع الاستروجين؟ اسمه اروماتيز انزيم، يشتغل بكثره. فلما الاروماتيز يطلع استروجين بكثره، يقوم الاستروجين ده يطلع اف اس اتش ريسبتورز اكتر. الله، يبقى هي كلمه واحده ولا لا؟ يبقى هي كلمه واحده ولا لا؟ هيجي يقول لي موست افيشنت اروماتيز اكتيفيتي صح. طب هو الاروماتيز اكتيفيتي مين اللي بيعمل اروماتيز؟ الاف اس اتش. يقول لي جريتست امونت اوف استروجين صح، ومين اللي بيعمل هو الاروماتيز؟ الله، يبقى في النهايه كل البقدونس اللي حضرتك شايفه قدامك، ان مجرد لما يبقى عندي اف اس اتش ريسبتورز كتير، ده معناه ان انا اوتوماتيك. شوف ادي الخليه اهي، مجرد لما يبقى عندي اف اس اتش ريسبتورز كتير، الكلام ده يزود لي ال ال اتش ريسبتور، والكلام ده يزود لي الاروماتيز اللي يزود لي الاستروجين، اللي في الاخر الاستروجين الداخلي جوه الفوليكل دي هو اللي بيزود الاف اس اتش وال ال اتش ايه ريسبتور. سهله؟ اوكي. بقيه الفوليكلز اللي يا عيني غلابه ما عندهاش اف اس اتش ريسبتورز كتير، هي اللي هتضيع في النص. وهنا شوفوا دي اليه كده تحس ان هي بوزيتيف فيدباك. يعني ايه؟ يعني كل ما كانت الاف اس اتش ريسبتورز اكتر، كل ما زادت اكتر بعد كده، وكل ما الاستروجين زاد، وكل ما ال ال اتش زاد، فتزداد الفوليكل الغنيه غنى. وكل ما كانت الاف اس اتش ريسبتورز قليله صح ولا لا؟ كل لما بقى ال ال اتش انديوسد وبقى الاستروجين اقل، وبالتالي يزداد الفقير ايه؟ فقرا، بالذات لما الاف اس اتش يبتدي ايه؟ يقل. اوكي. بعد المرحله بتاعه الفوليكولار جروث اللي احنا اتفقنا فيها، يعني ايه اوفم سلكشن
تيجي المرحله بتاعه الاوفيريشن. طيب ايه اللي حصل في الاوفيريشن؟ انه لما الاستروجين زاد من الدوميننس فوليكل انديوس ال اتش ريسبتور اهي. احنا قلنا الاستروجين اللي زياده والاف اس اتش العاليين دول هما الاثنين بيطلعوا ال اتش ايه ريسبتور. فتبتدي الدوميننت فوليكل يبقى عندها مجموعه قويه من ال اتش ايه ريسبتور. الاي 2 لما بيزيد ويبقى زي ما اتفقنا اكتر من 200 لمده 50 ساعه يبتدي يعمل بوزيتيف فيدباك على البيتشيتري يطلع ال اتش سيرش واف اس اتش. ال ال اتش ده شوفوا الاول عمل ايه؟ نيوتنايزيشن اوف جرانيولوزا سيل ويبتدي الاول البروجستيرون يبي ايه؟ سكريت. الكلام ده شرحناه امبارح ولا لا؟ سالتيني عليه قلت لك هقوله والله بس يعني هنا في الفقره دي. يبقى قلنا الاول ال ال اتش بيبتدي يعمل اوفيليشن الاول ولا بيطلع بروجستيرون الاول؟ بيطلع بروجستيرون الاول. وده احنا خدناه از ماركر ان احنا نبتدي نسسبكت مين بقى؟ الاوفيليشن. يبقى ال ال اتش بيبتدي يعمل النيوتنايزيشن اوف جرانيولوزا سيل ويطلع البروجستيرون الاول. طب البروجستيرون اللي طلع ده قلنا بيعمل ايه؟ امبليفاي الاي 2 انديوس ال اتش صح ولا لا؟ يبقى البروجستيرون اللي طلع ده بيبتدي يعلي لي هذا الايه؟ السيرش. كويس. زياده ال ال اتش اللي هو ال ال اتش سيرش والاف اس اتش والبروجستيرون بيبتدي ياكتيفيت انزيم هنا اسمه الكولاجينيز انزيم اللي بياكل جرادولي في جدار الاوفر، بياكل جرادولي في جدار الاوفر، فيبتدي جدار الاوفر ده ينهد، يبتدي يحصل له بريك داون، وبالتالي يبتدي بريبير فور رابتشر مع شويه البريشر جوه الانترم ده يبتدي يحصل الايه بقى؟ الاوفيريشن، وتبتدي الاوسايد دي تبقى ريليز للخارج. بصوا الاوفيريشن ده بيحصل زي ما اتفقنا 36 ساعة من بعد الانست اوف ذا ال اتش سيرج وحوالي 12 ساعة من البيك بتاع ال ال اتش سيرج، يعني في المتوسط 24 يعني 36 و 12 كده، يعني في المتوسط يوم بعد ال ال اتش ايه سيرج زي ما قلنا امبارح. انما زي ما قلنا لو انت عايز على وجه الدقة يعني 36 من البداية و 12 من الايه؟ من البيك اللي هو تقريبا 24 ساعة. طيب برضه الحته الاخرانيه دي لسه مش مذاكرها، انا حتى كاتب لك بين قوسين سي او اوجينيسيس اللي هي ايه بقى؟ ريزامشن اوف مايوزس. ايه المايوزس ده يا معلم؟ النبي استنى عليا في الامبريو الله يكرمك الله يكرمك عشان ايه احكي لك قصه اوسايد بقى واحده واحده دي احكيها لوحدها. بعد كده نخش على الفيز الاخراني اللي هو اليوتيال ايه؟ اليوتيال فيز. خلاص؟ اليوتيال فيز اتعمل بص مكتوب ايه؟ فيرلي كونستنت تقريبا ثابت في كل النورمال فيميل 14 يوم بالشبشب من اول تايب اوف اوفيليشن تبدا انصت اوف من استرويشن. الكلام ده انا استخدمه بقى امبارح وكله اخر خالص. ماشي. بعد الاوفيليشن ال ال اتش ده بيبتدي يعمل نيوتنايزيشن للجرانيولوزا سيل. جرانيولوزا سيل اوف رابشر اللي هي هنا دي اللي هي بعد لما فرقعت بقى كان عندي جرانيولوزا هنا، تبتدي الجرانيولوزا دي تبتدي جرادولي تبقى نيوترونايز. هذه النيوترونايز جرانيولوزا سيل وشويه السيكا سيل اللي حواليها وبشويه الكابيلاري والكونكتيف تيشو الاريا دي كلها على بعضها اللي احنا عايزين نشوفها. بص شايف انا عندي جرانيولوزا سيل اللي هي لونها اصفر ضيق صح؟ وحواليها شويه كابيلاريز كده وشويه شايف الزون الهيزي ده؟ الزون الهيزي ده اللي هو بتاع مين؟ السيكا سيل. وفي كابيلاريز هنا اللي هي النقطه الحمراء ديت، خلي بالك شوف هنا الفازلز حوالين الجرافين بارك بس الكوربس ليوتيم ده لا ده جواه فازل، ده جواه ايه؟ فازل. شويه الفازل بالكونكتيف تيشو بسلطات وبابا غنوج الليله دي كلها كده دي اسمها كوربس ايه؟ ليوتيم اللي هو هيبقى كده بعد الديجنريت ويبقى كوربس ايه؟ البيبانس وبعدين كوربس فايبروس. طيب يبقى كل ده اسمه كوربس ليوتيم. بيبتدي يعمل ايه كوربس ليوتيم؟ بيبروديوس لارج اماونت اوف بروجستيرون. طيب ده معناه ان مفيش استروجين؟ لا في استروجين. وناس سالتني هو ليه يا دكتور هو البروجستيرون والاستروجين الاثنين بيطلعوا في الليوتيال فيز؟ الاثنين بيطلعوا في الليوتيال فيز بس مين الهرمون الدوميننت؟ بصوا عايز اعلمكم حاجه هامه جدا جدا. الاستروجينولات بيطلع البروجستيرون ريسبتور. تاني الاستروجين بيطلع الايه؟
بروجستيرون ده سبب. يا قلت لكم امبارح هقولها لكم. بينما البروجستيرون هو اللي يشتغل. طب يعني ايه؟ يعني لو عندي استروجين وبروجستيرون صح؟ الاستروجين يشتغل خدام يطلع له الريسبتور والباشا بروجستيرون باشا هو اللي يشتغل. زي ما دايما بحب اقولها في حضرة جلال بهاء البروجستيرون الاستروجين ما يعملش حاجه غير انه يطلع ايه؟ ريسبتور بس. امتى الاستروجين يشتغل؟ لما يبقى موجود ان اوبوزد اجين. يعني لما يبقى الاستروجين موجود من غير بروجستيرون اقول لك بقى ابلكيشن على كلامي. لما الاستروجين يبقى موجود من غير بروجستيرون يشتغل. انما لما يبقى موجود بروجستيرون زي ما انا بحب اقولها في حضرة جلال بهاء البروجستيرون الاستروجين خدام يطلع له الريسبتورز بتاعته ومين اللي يشتغل بقى؟ البروجستيرون. طب والبروجستيرون يعمل ايه في الاستروجين؟ يكسر الريسبتورز بتاعته. شوف شايفين العلاقه عامله ازاي؟ يبقى الاستروجين بيعمل ايه في البروجستيرون ريسبتور؟ بيكترها. طب والبروجستيرون يعمل ايه في الاستروجين ريسبتور؟ بيكسرها. فمين العلاقه؟ يبقى لما يبقوا الاثنين موجودين مين اللي يشتغل؟ تعالوا ناخد حته ابلايد عشان ما ننساش الكلام ده. تسمعوا عن مرض اسمه اندوميتريال هايبربليزيا واندوميتريال كانسر؟ تسمعوا عنه صح؟ طيب مين اللي بيدخن الاندوميتريوم ويخليه يبقى فيه هايبربليزيا وبعدين فيه كانسر؟ الاستروجين صح طبعا. هما اللي بيدخنوا وبعدين شوفوا الرحله اللي احنا هنرسمها ليه؟ دي رحله هامه جدا. الرحله دي بتقول ان انا لو عندي اندوميتريوم كده الاندوميتريوم ده لما يتعرض للاستروجين يبقى اسمه بروليفراتيف. فاكرين الفكره دي؟ حلو. وبعدين المفروض يجي البروجستيرون يخليه سكريتري. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ كده تمام. طب افرض البروجستيرون ما جاش والاستروجين شغال لوحده هيتحول البروليفراتيف اندوميتريوم ده الى اندوميتريال هايبربليزيا. طب افرض جبت استروجين كمان الهايبر بلاستيك اندوميتريوم ده هيبقى اندوميتريال كانسر. طيب هو كده بسرعه يعني احنا امبارح اتكلمنا على الاي 2 اللي هو الايه اللي بيطلع من الاوفري صح؟ طب هو في اي 1 ده بيطلع منين؟ بيطلع من الفات سيلز. الاي 1 ده بيطلع من الفات سيلز من الاديبوس تيشو في الجسم كله. طيب وبالتالي ديورنج الريبرودكتيف ايج محدش عرفت يعني يقعد يشغل باله في الكتاب. ما الكلام ده اكيد جاي في حته ثانيه. ما اقول واطلع اجري ما مش معقول يعني خلاص. في الريبرودكتيف ايج الست عندها انهي استروجين؟ الاي 2 صح؟ طب امال في المونوبوز مش الاوفر يسلم هنا؟ طيب عندها ايه؟ اي 1. وانا هقول لك بقى حكايه اي 1 واي 2 والكلام ده. طيب لذلك في ناس تفكر تقول ايه؟ طيب لما الست في عز عافيه الاوفري ديورنج الريبرودكتيف ايج اللي بيطلع فيه الاي 2 العبقري ده هي المفروض يحصل لها اندوميتريال هايبربليزيا وكانسر. فنقوم نلاقي ان الحياه بتقول العكس ان الاندوميتريال هايبربليزيا والاندوميتريال كانسر ار مور كومن فين بقى؟ في المونوبوز. برغم ان الاي 2 ده قوي جدا جدا والاي 1 ده ضعيف جدا. فسالنا نفسنا هو ليه الاندوميتريال هايبربليزيا وكانسر بتيجي بعد المونوبوز؟ حد لمح الاجابه ولا عشان المونوبوز؟ برافو عليك. عشان في التشايلد بيرنج بيريد صح؟ بعد لما والاوفري شغال بعد لما بيطلع الاستروجين بيطلع مين؟ فيبتدي البروجستيرون يخليه سكريتوري وتنزل الدوره ويحصل سايكلينج شيدنج وكده. انما في المونوبوز برغم ان الاي 1 ده ضعيف جدا جدا الى ان مفيش مين بقى؟ بروجستيرون. فانا بكمل اما اندوميتريال هايبربليزيا وبعدين اندوميتريال ايه؟ اندوميتريال كانسر. طيب ولذلك يا اصدقائي كان في كلمه زمان الكلمه دي مش صح. يقول لك ايه؟ هايبر استروجينيميا. لا في حاجه اسمها ان اوبوزد استروجين. الان اوبوزد استروجين ده هو اللي يعمل الايه؟ المشاكل.
يبقى في حضرة جلال بهاء البروجستيرون الاستروجين ايه؟ خدامه بيطلع له مين؟ الريسبتورز بتاعته. طيب يعني في السكند هاف اوف ذا سايكل لما يبتدي البروجستيرون يطلع هل الاندوميتريوم ده هيكمل بروليفريشن؟ ليه بقى؟ مش البروجستيرون يجي البروجستيرون يجي ايوه مش يجي لما البروجستيرون يجي يبتدي يعمل هو السكريتوري اكتيفيتي بينما البروليفراتيف اكتيفيتي اللي عاملها صاحبنا بقى اللي هو مين؟ اللي هو البروجستيرون اللي المفروض كان يعملها الاستروجين ده ما بقتش موجود لانه زعله طيب يبقى اذا بنقول هنا انه هذا الكوربس ليوتيال بيطلع بروجستيرون كتير والاستروجين برضه خلاص؟ ايه وظيفه الاستروجين هنا؟ نفس اجابتي على السؤال بتاع الفس ال اس والخدام خدام يطلع له ايه؟ الريسبتورز بتاعته. طيب وليه الانهبين؟ سيبك من كلمه انهبين دي كل ما تشوف احلى لا الانهبين ده هرمون بيطلع من الجرانيلوزا سيل وبينهبت الفس اتش ودي كل وظيفته في الحياه. يعني هو يعتبر دوره مكمل للاستروجين، دوره مكمل للاستروجين في السبريشن بتاع مين؟ الفس على اخر السايكل لما البروجستيرون والاستروجين والانهبين دول يعلوا قوي يبتدي الفس اتش والال اتش يقلوا ده ينهبت الفوليكولار جراس في الليديال فيس. البروجستيرون بتاع الكوربس ليديال زي ما شرحنا بيعمل سكريتوري تشينجز اوف ذا ايه؟ اندوميتريوم. طيب احنا قلنا لما ما يبقاش فيه بريجنسي هبص الاقي الكوربس ليوتيال ده يعلى في 7 ايام 8 ايام ماكسيمم 9 ايام وبعد كده يبتدي يحصل له اليوتولايزز عشان يبقى ريبليس بعد كده بالفاسكولار كوربس ايه؟ الليبيدز. اذا كوربس ليوتيال مات ما بقاش فيه استروجين ولا بروجستيرون ولا فيه اي حاجه ده ليه تو افكتس افكت على الاوفري وافكت على الاندوميتريوم. ايه الافكت بتاع الاندوميتريوم؟ ان يبتدي يحصل اندوميتريال شيدنج وتحصل ايه؟ دوره. والافكت بتاعه على البيتيوتري ان انا ما بقاش عندي نيجاتيف فيدباك فيبتدي الاف اس اتش والاف اس اتش يعلى من جديد عشان يبتدي الاوفريان سايكل في الناحيه الايه؟ في الناحيه الثانيه. ماشي. الحته اللي مش مكتوبه عندنا في الكتاب الجحافل كلها جابته يعني كل الناس يعني واضحه جدا في كتابين تقريبا موجودين يعني دي جحافل اولاد ذكر اولاد الكلام ده يعني هيروح في 60 داهيه كمان شويه يعني كمان شويه انا عشان تعملوا ايه يعني اقروا بس يعني انا بطلبك ربع ساعه في الميكروباص صعبه ربع ساعه في الميكروباص البقين دول زي ما انت شايف انا بقعد اعيد وازيد اعيد وازيد الزاد في الاول عشان الكلام ايه يثبت ويهتدي خلاص مش هقول تاني خلاص اخر مره انا هقول كنت بقول ايه الحته بقى اللي مش مكتوبه في الكتاب واللي احنا عايزين نخلي بالنا منها ان احنا قلنا انه الاستروجين ده الدوره نزلت بالسلامه ان البروجستيرون لوكالي الحته دي بس كده دي اللي ممكن لو عايزين نزودها ان البروجستيرون لوكالي في الاوفري ده بيسبرس الاوفيليشن في الاوفري ده السايكل دي علشان الاوفيليشن في السايكل اللي جايه تبقى في الاوفري الايه؟ اللي الناحيه الثانيه عشان الاثنين اوفرز يبتدوا يبدلوا ايه مع بعض اجان البروجستيرون لوكالي في الاوفري ده اللي عمل اوفيليشن السايكل دي هيسبرس الاوفيليشن في السايكل الجايه في نفس الاوفري عشان يبقى الاوفيليشن في السايكل الجايه موجود من الاوفري الايه اللي الناحيه الثانيه بس دي حته كده ايه عشان فهمك كده لو في بريجننسي التروفوبلاست ايه التروفوبلاست دي اللي هي الاغشيه اللي حوالين الجنين هتبتدي تطلع اتش سي جي عشان تبتدي الكوربس ليوتيال علشان نبتدي نعمل استرويدوجينيسيس في قادم الايه الفتره دي. بصوا ده عرض الكلام بس برضو الكتاب كاتبه فيعني احنا نحب نقول كل حاجه في الكتاب. هرمونال باتن المنسترول سايكل هو كاتب عنوان كده هيقول لك الحاجات اللي احنا قلناها. تعالوا نبتدي من هنا. بوزيتيف اند نيجاتيف فيدباك لو ايه حكايه الاستروجين فاكرين امبارح؟ ايوه يا دكتور ايوه والله عشان خاطر حضرتك ايه؟ قلنا انه الاستروجين في بدايته بيعمل نيجاتيف فيدباك فاكرين ولا لا؟ في اول لما يبتدي يطلع يعمل نيجاتيف فيدباك لغايه لما يزيد عن 200 لمده يومين وساعتين فيبتدي النيجاتيف فيدباك بتاعه يقلب ايه؟ بوزيتيف فيدباك سهله؟ طيب مين اللي عكسه البروجستيرو؟ at low level في بدايته يبتدي يعمل positive feedback اللي هو augmentation of LH surge
لغايه لما يبتدي يعلى قوي ويوصل البيك بتاعه و و و يبتدي الفصل الفيدباك بتاعه ده يقلب ايه؟ نيجاتيف فيدباك. واضحه يا دكتوره؟ واضحه؟ اوكي. طيب في حته بقى انه الكنترول على الهايبوثالاموس ده عامل ازاي؟ في الكلام ده بقى خدته في الفسيولوجي او يعني كل اللي فات ده يمكن ما سمعتوش يعني في حاجات كتير ما سمعتوش عنها ما ده خدته في الفسيولوجي. انه الاستروجين والبروجستيرون بيعملوا كنترول على الهايبوثالاموس على الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. وده اللي احنا شرحناه دلوقتي اللي هو البوستر والنيجاتيف والكلام ده. يسموا ده ايه؟ لونج لوب كنترول. حلو؟ طيب والاف اس اتش والال اتش بتوع البيتيوتري بيعملوا بوستيف ونيجاتيف فيدباك او بيعملوا نيجاتيف بس نيجاتيف فيدباك على الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ونسمي ده شورت نيجاتيف فيدباك. بينما الجونادوتروبين ريليزنج هرمون نفسه لما يعلى بيبتدي انهابت اتسلف ونسمي ده الترا شورت. الكلام ده خدتوه في الفسيولوجي يقينا يعني يقينا. فعلى ما ايه مش واقف عنده. قلنا ان في انهبين هرمون وده اخو مين بقى؟ الاستروجين بيشاركوا في فضيله الايه؟ النيجاتيف فيدباك. الحاجات دي بقى مش مهمه الرول بتاعها فيري ماينور. ان زي الانهبين في حاجه اسمها اكتيفين. اذا كان الانهبين بينهبت فالاكتيفين بيأوجمنت الاف اس اتش ايه؟ سكريشن وفي شويه جروس هرمون سوري انا اسف جروس فاكتور الايبيديرمال والباسكولار اندوثيليال جروس فاكتور دي بتساعد الاف اس اتش ايه؟ نسب. حبايبي وفيريان سايكل كده كده انا بسلمك سوبر لوكس مش شاكوزي عشان انا امبارح قلت لك ده عماره وحلوه. انا كده سلمتك الاوفيريان سايكل سوبر لوكس شاكوزي مطبخ امريكاني ليفنج اللي انت عايزه. خلاص كده؟ في حد عنده اي نقطه غامضه في الاوفيريان سايكل؟ بصوا بقى حتى الجاي جيلينا هو انا مش قلت لكم ان الاف اس اتش والال اتش يا نظري يا ضناري ليه وظيفتين؟ ايه هما بقى؟ اوفيولاتوري ودي شرحناها بالتفصيل. جروس بتاع جرافيان فويت قلناه اوفيليشن قلناه ليوتونايزيشن قلناه. طيب ما تيجي نشرح بقى الاسترويدوجينيسيس اللي احنا قلنا فيه ايه بقى؟ استروجين او في الترتيب في بروجستيرون واندروجين وايستروجين. كويس؟ طيب بصوا في دم السيدات في دم السيدات في حاجه اسمها كوليسترول. في دم السيدات في حاجه اسمها ايه؟ كوليسترول. الكوليسترول ده هو ابو الاسترويد هرمونز كلها. الكوليسترول ده عشان يعمل هرمونات الستات بيبتدي الاول يعمل الهرمون اللي اسمه بروجستيرون. وبعدين البروجستيرون ده يبتدي يتحول الى اندروجين. وبعدين الاندروجين ده يبتدي يتحول الى استروجين. كويس؟ يبقى بالترتيب كده الكوليسترول ده وعلى هامش الاحداث مش للحفظ والله 27 كربونه بس عشان نتخيل مش للحفظ تخيل الكوليسترول ده بيجي 27 كربونه بنقصقص منه 6 كربونات عشان يعمل البروجستيرول اللي هو يبقى كام؟ 21 كربونه. وبعدين نقوم قصين من البروجستيرول ده كربونتين عشان يعمل الاندروجين اللي هو كام بقى؟ 19 كربونه. وبعدين نقص واحده علشان يبقى الاستروجين ده كام بقى؟ 18 كربونه. ماشي الكلام؟ ده مش للحفظ بس هو عشان افهمك هو انا عمال تقول لي دي بتجيب يعني ايه بتجيب؟ يعني ده بريكرسر بقص منه سته وبعدين اقص منه اثنين وبعدين اقص منه ايه؟ واحده عشان امشي. بالمناسبه مين اللي بيحول الاندروجين لاستروجين؟ مين اللي بيقص الواحد؟ انا هرمون اسمه ايه؟ اسم الله على مقام ولادي اروماتيز انزايم. حلو كده؟ سهله؟ الكلام ده في الاوفري بيتم في الخليتين اللي احنا وصفناهم اللي هم اسمهم ايه وايه؟
تيكا سيل وايه وجرانيلوزا سيل. ازاي؟ بص يا دكتور، مين فيهم اللي كانت جنب البلاد فيسلز اللي بره؟ التيكا سيل، صح؟ يبقى مين اللي هيجي لها كوليسترول؟ تيكا سيل. ليه؟ لانها موجوده بره جنب البلاد فيسلز اللي فيها ايه؟ الكوليسترول. فيجي البلاد فيسل تجيب لها الكوليسترول، تاخده تفقده لمؤاخذه ست كربونات تخليه بروجستيرون، وبعدين تفقده كربونتين تخليه ايه؟ اندروجين. كويس. ويبتدي الاندروجين ده يديفيوز الى داخل الجرانيلوزا سيل عشان يبتدي يتحول الى ايه؟ الى استروجين. حد زعلان من حاجه لغايه دلوقتي؟ جميل واسمر. مين اللي شغال على الثيكا سيل وبيخليها تعمل استرويدوجينيسيس؟ ال H. طب مين اللي شغال على الجرانيلوزا سيل عشان يخليها تعمل استرويدوجينيسيس؟ FSH. واحد يقول لك يا كابتن لطيف، انت لسه من شويه قايل ان ال H ده هو اللي بيعمل ليوتونايزيشن للجرانيلوزا سيل، وبعدين جاي هنا بتقول ان معلهاش. معلهاش معلهاش. عايزين نفصل ما بين استرويدوجينيسيس واوفيليشن. انا بقول لك مين الريسبتورز اللي بتتحكم في الاوفيليشن في الخليتين، بس هل معنى كده ان في كسل ما عليهاش اف اس اتش ريسبتور؟ عليها. ليه؟ لازم يبقى عليها اف اس اتش ريسبتور عشان يطلع لها ال اتش ريسبتور، صح ولا لا؟ طب هل معنى كده ان الجرانيلوزا ما عليهاش ال اتش ريسبتور؟ لا، عليها ال اتش ريسبتور عشان تبقى ليوتونايز بعد كده في السكند فيز، فاهمين ولا لا؟ يبقى هنا بصوا يا اولاد، اذا كنت انا بعلم حاجه يعني مهمه في الفسيولوجي، هو تركيزي على فكره الريسبتورز والدور بتاعها، لانه ده بيفهمنا 80-90% من الغموض بتاع الاندوكراين. 80-90% من الغموض بتاع الاندوكراين ولخبطه اي حد زميلك وفرقك عنه هيبقى في ايه؟ ان هو قال له كده وكده يعني كده، ودي بتعمل مش عارف ايه، وانت فاهم يعني ايه ريسبتورز والعلاقه ما بينها وما بين بعضها، وليه ايه الفرق ما بين رول اسمه ستيرويدوجينيسيس ورول اسمه ايه؟ اوفيليشن. يبقى عايزين نحط قاعده ان الجرانيلوزا سيل والثيكا سيل الاثنين عليهم ايه؟ اف اس اتش وال اتش ريسبتور، واحنا وي ار ديسكاسنج ناو الستيرويدوجينيسيس، بس قبل كده كنا عملنا ديسكشن ليه بقى؟ للاوفيليشن، واتكلمنا عنها. افصل بقى الاثنين عن بعض عشان ما ايه؟ ما تسيحش المسائل، خلاص كده؟ اوكي. يبقى سترويدوجينيسيس وايز، لما اجي افكر في الاسترويدوجينيسيس، هبص الاقي ان انا عندي ال اتش ريسبتور هي اللي بتستميليت تحويل الكوليسترول الى ايه؟ الى اندروجين، وبعدين عندي اف اس اتش ريسبتور موجوده على الجرانيلوزا سيل هي اللي بتستميليت الاروماتيز انزايم علشان اطلع ايه؟ استروجين. كويس. الكلام ده مهم جدا. ليه بقى؟ افرض انا عندي مرض فكروا معايا كده، المرض ده خلى ال ال اتش ده عالي كده كونستنت، عالي بس ايه؟ كونستنت. هل ينفع يحصل اوفيليشن؟ ليه بقى؟ ويا عيني على اللي كان بيحب الثاني اكتر، انا احب بقى كده ابقى ربيت يا زين ما ربيت يا محمد يا عبد العليم، صح؟ لان احنا قلنا عشان يحصل اوبيليشن لازم ال اتش ده يحصل له ايه؟ ذكر يا حاج. يبقى مبدئيا لو انا عندي ال اتش ده كونستنتلي هاي يبقى ما فيش اوبيليشن، صح؟ كويس. وبعدين عندي اصلا اف اس اتش قليل، يبقى الفوليكولار جروث هيبقى ايه؟ بطيء او مش موجود او قليل يعني، مش كده؟ طيب يبقى في عندي لما يبقى عندي في شقلباظ، لما يبقى عندي في عيانه الهرمونز بتاعها بالمنظر ده، انتوا استنتجتوا ان عندها اروفيليشن، صح؟ وعندها فوليكولار جروس بعافيه، مش كده؟ طيب ده از ريجارد الاوفيلاتري فانكشن، صح؟ طب از ريجارد، معلش نكتب عليهم عشان ايه؟ في ناس بيجي لها فكر. بيجي لك فكر يا بابا، مش كده؟ طيب يبقى ده از ريجارد الاوفيلاتري فانكشن، على دي عندها اروفيليشن والفوليكلز اللي عندها حتى صغنونه كده، صح؟ از ريجارد الاسترويدوجينيسيس، نظام ميدانها ايه يا حضرتك؟ الله 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 يا خراب. ال ال اتش العالي ده استيميليتنج الثيكا سيل فطلع اندروجين كتير، صح ولا لا؟
بس الاندروجين ده عشان الاف اس اتش قليل مش عارف كله يتحول الى ايه؟ الى استروجين. فيبتدي العيانه دي عندها الوفيليشن، صح ولا لا؟ ساميه واحمد، ساميه واحمد عندها الوفيليشن واحد صح؟ نبره اثنين عندها سمول فوليكلز صح ولا لا؟ نمره ثلاثه عندها اندروجين اكسس صح ولا لا؟ في حد عايز يسأل؟ ارجوكم ما تنكسفوش. في حد مش عارف ليه فيها انفيليشن؟ عشان مفيش ال اتش اي سيرش. في حد مش عارف ليه فيها سمول فوليكلز؟ عشان الالف اس اتش اي قليل. في حد مش عارف ليه الاندروجين عالي؟ علشان ال ال اتش العالي ده عمل اندروجين ما قدرتش احوله كله الى استروجين، فده الاندروجين ايه؟ يأكيوميليت. لما العيانه دي يبقى عندها انفيليشن، طبعا شغلين بالكم مع ان ده مرض انا هشرحه بالتفصيل واقول الكلام ده تاني. المرض ده تعالوا نرسمه كده، بقى عندي اوفري اهو، الاوفري ده فيه كسل فيه كتير مش كده؟ ليه؟ لان فيه ال اتش شغال على فيه كسل، فابص الاقي الاوفري ده كبير شويه، وبعدين في فوليكل صغننه. ليه؟ مش عارف الفرق، تكبر حاجه صغننه كده، في سيلكشن بقى، مفيش نيجاتيف بتاع قصه كده. وبعدين عندي اندروجين عالي، الاندروجين ده عامل لي اكني وهرشيديزم وكده وبتاع وشايب النعناع، صح؟ يبقى العيانه دي عندها انوفيليشن بتحمل؟ عاجلها سايكل؟ ما عاجلهاش يعني، ما هتحملش وما هيجيلهاش سايكل. فجايه تقول لي يا دكتور انا دوره ما بتجيليش حضرتك، وبعدين حضرتك انا يعني متجوزه ومش بحمل، وبعدين حضرتك بص بقى عم بتخانق انا وعصام الصبح على مكنه الحلاقه عشان رايحين ابو دي مكنه عصام وانت مش عليها. ف العيانه دي يا ولاد ايه عنها الفيسيو؟ شفت المرض؟ سهله اختها مش مستاهله بعهد الله. هي كده انه جاست فهمتوا؟ بصوا شوف ليه انا ممكن ابقى في الفسيولوجي قاعد الد وعد ولا اقول عنده ولا عنده ازيده، عشان بعد كده اركب الحنطور واتحنطر واجري ودرجن درجن. لانه انا لو قعدت الكلام بس، هو الكلام ده هشرحه تاني؟ هشرحه تاني، طبعا هشرحه تاني، وهنشرح مرض البي سي بتفاصيل اكتر من كده. ولكن لو انت مش فاهم الكلام ده هبص الاقي بقى البي سي، بص على البي سي عندها انفليشن واكني وريستنس مش عارف ايه، راح انتهى هيتبخر. انما انا بزرع دلوقتي، انا بدق زي ما بقول كده بس معلش، بدق الخوازيق بتاع العماره، بدق الخوازيق بعد كده بقى ايه؟ قطع الخوازيق. طيب يبقى الاسترويدوجينيسيس في الاوفر يا اولاد، انا جبت الكوليسترول حولته الى بروجستيرون، حولته الى اندروجين، حولته الى استروجين، صح ولا لا؟ الكلام ده بيتم على خطوتين، رقم واحد الفيكا سيل اللي بيشتغل عليها في الاسترويدوجينيسيس ادكتور ال ال اتش عشان يحول الكوليسترول الى اندروجين، اللي هيبتدي للديفيوز الى الجرانيلوزا سيل بالاف اس اتش والاروماتيز انزيم يتحول الى استروجين. بصوا بقى ده منظر البي سي او، شوفوا الفيكا سيل هنا كتيره. ليه فيكا سيل كتيره؟ عشان ال ال اتش العالي ده ومليانه بقى كوليسترول، بص واخده كوليسترول لونها اصفريكه ازاي؟ وبعدين بقى ايه عماله تطلع اندروجين، وبعدين الفوليكلز صغننه مش عارفه تبقى ماتيور، ما اصلها لو بقت ماتيور هتفرقع. بس انا عمال الاف اس اتش الموجود ده فوليكلز صغننه جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها، مفيش لا بوزيتيف ولا نيجاتيف فيدباك. بالمناسبه بقى هنا ايه بقى الكور بتاع مرض البي سي او؟ لوس اوف كونتاكت بتاع البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك ما بين الاوفري ومين؟ والاوفري والبيتشيتري والهايبوثالامس. ايه اللي بيعمل كده؟ انتوا بس ايه رايك؟ حلوه؟ انه لسبب ما نعرفوش يبقى لسبب ما نعرفوش بتبتدي البيتشيتري تشتغل مع نفسها، بتقول الاوفري بقى بص ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا الافشخانات دي، انا بقى ايه مع نفسي؟ انا اطلع ايه؟ ال اتش عالي واف اس اتش حاجه واطي. فيقول لها طب ليه كده؟ ده نظام ميتيني حضرتك. يعني حضرتك بس معلش هو ده نظام ميتيني وانا هشتغل كده وعاجبك عاجبك مش عاجبك اعمل بي سي.
فقول لها لا مش عاجبني بقى وانا عندي، فاهمين الفكره ازاي؟ يبقى هنا ده المرض ده بيسموه ايه يا ولاد الحاجات دي؟ بيسموها ايديوباثيك او بيسموها ديس فانكشن. كلمه ديس فانكشن عايزين نتعود عليها. يعني ايه كلمه ديس فانكشن؟ يعني لوس اوف فانكشن في غياب الاورجانيك ريجن. انا ما عنديش لا كونجنيتال ولا انفلاماتوري، ما عنديش انفكشن، ما عنديش كونجنيتال ديزيز، ما عنديش ورم، ما عنديش تروما، بس انا قررت ان انا هشتغل وحش. الكلام ده موجود في الاندوكراين بس. اسمه ايه؟ ديس فانكشن. اسمه ايه؟ ديس فانكشن. الهايبوثالامس والهايبوثالامس والبيتيوتري بيجي لهم ساعات مجموعه من الامراض من غير اورجانيك ريجن، هم بيسمي الكلام ده ايه؟ ديس ايه؟ ديس فانكشن. سهله؟ اوكي. فهذا الهايبوثالامس والبيتيوتري ديس فانكشن يعمل كده، كده ليه؟ عشان كده. عشان كده. خلقة ربنا. مش عاجبك؟ اللي حصل يعني اللي حصل كويس. وبالتالي صديقتي المواطنة بيبتدي خلاص صراحة انا مش بقول، يبقى قلنا دي بيسموها ايه يا دكاتره؟ بيسموها تو سيل ثيوري. ازاي كيف تطلع الايه الهرمونات على خطوتين في الثيكا سيل؟ ال LH stimulated conversion بتاع الكوليسترول to androgen اللي هيروح بعد كده الجرانيلوزا سيل. بينما ال FSH stimulation aromatase enzyme اللي بيحول الاستروجين. الاندروجين اللي بيتعمل ده في اللو ليفل في مش مهم قوي الحته دي، يعني بينهانس الاروماتيز وبيزود الاستروجين برودكشن، بينما في الهاي ليفل بينهبت الاروماتيز ويعمل فوليكيولار اندروجين. خلي بالك من الحته دي. ده بالظبط اللي انا عايز اقوله، انه في الاوفري ده اللي حصل فيه في الليوتيريال فيز استرويدوجينيسيس بالهبل، اللوكال بروجستيرون واللوكال اندروجين هم دول اللي بيعملوا اتريسيا في الفوليكلز اللي الناحيه اللي كان فيها الاوفيليشن هو والبروجستيرون، الاندروجين والبروجستيرون، فبيمنعوا الاوفيليشن في السايكل اللي جاي. وجودهم بشكل عالي هو ده اللي بيسبرس الاوفيليشن. طيب الاسترادايول اللي هو الاستروجين ده بيزود ال اف اس اتش، فاكرين ولا لا؟ قلنا بوزيتيف فيدباك ويزيد الغني غنى، فاكرين ولا لا؟ الاستروجين ده بيزود ال اف اس اتش وال اتش ريسبتور وبالتالي بيخلي الغني غنى. الحته دي على هامش الاحداث ومش هتلاقيها موجوده في الكتاب بصراحه، ولكنها هتلاقيها موجوده في الكتاب بين السطور في شابترز لاحقه، بس بالمره بقى نقولها هنا. بصوا الاسترو وفي الاطفال ابقوا افتكروني، بس ابقوا افتكروني لو سمحت. هتاخد مرض في الاطفال اسمه كونجنيتال ادرينال هايبرميزيا، كويس؟ عباره عن ايه؟ نفس البروسس اللي انا شرحتها لك دي بالمرض بتحصل في الادرينال، ان الكوليسترول بيتحول الى بروجستيرون والبروجستيرون ده بيتحول الى اندروجين. ولكن الادرينال ما عندهاش اروماتيز جامد. وبالتالي فضل خطوه احنا ما قلناهاش صح؟ ان الاندروجين يتحول الى ايه؟ مش موجود قوي في الادرينال. امال اللي بيحصل في الادرينال؟ البروجستيرون ده بيتحول الى هو اللي اسمه 17 هيدروكسي بروجستيرون اللي بيتحول بعد كده للكورتيزون. وده الفرق بين الاسترويدوجينيسيس في الاوفري والادرينال، مش احنا اتفقنا على الاوفري اهو؟ طب في الادرينال هي الحته دي بس ما فيش ايه؟ استروجين. ليه اغلب البروجستيرون بيبقى 17 هيدروكسي بروجستيرون وبعدين ايه؟ كورتيزون. ماشي. الكورتيزول ده الكنترول بتاع الموضوع ده كان ال اتش واف اس اتش صح؟ طب الكنترول بتاع الموضوع ده عباره عن ايه؟ اس تي اتش. الاس تي اتش هو اللي بيخلي الادرينال تاخد الكوليسترول تحوله للبروجستيرون، 17 هيدروكسي بروجستيرون كورتيزول وجزء يتحول الى ايه؟ الى اندروجين. جميل. يطلع الكورتيزول يعمل نيجاتيف فيدباك على الاس تي اتش بحيث يظل الليفل بتاع الكورتيزول ايه؟ ثابت. طيب في مرض بعد الشر علينا وعلى السامعين اسمه كونجنيتال ادرينال هايبربليزيا، بيتقطع فيه تحويل ال 17 هيدروكسي بروجستيرون الى كورتيزول، فيبتدي انهي هرمون ياكيوميليت؟ بروجستيرون. فلما البروجستيرون يتكون يبتدي يتحول الى اندروجين، فيبتدي في المرض اللي اسمه كونجنيتال ادرينال هايبربليزيا ده بالذات في البنات، سيبك من الصبيان، الصبيان عندهم كورتيزول ديفكت طح، بينما البنات بقى مش بس عندهم كورتيزول ديفكت، عندهم كورتيزول ديفكت وعندهم فيراليزيشن، وتتولد لك بنوته يا ولد عندها كليتورس كبير كده
فالناس تفتكروا فينس وتقول يا نهار اسود مبروك يا عمده، جبت ولد يا عمده. وبعدين في الاخر يكتشف العمده ان دي بنت عندها ايه؟ فيراليزيشن. لان الكلام ده كونجنيتال، يعني بيحصل فين؟ اليوترو. المرض ده اسمه كونجنيتال، هتاخده في الاطفال بالتفصيل وهيجي ذكره في النساء على استحياء في بعض الحتت. ليه؟ لانه ده من اسباب الفيراليزيشن. في عندنا مرض اسمه كده، او في عندنا شابتر اسمه كده فيراليزيشن. ليه الست ممكن تتفيراليز، يعني ليه تبقى رجاله؟ الست ده احد الاسباب ان الست تبقى راجل. لما بيسموه ايه بقى لما الست تبقى راجل؟ بيسموه انترسكس، يعني حاجه باينه باينه، يعني هي تبقى اكس اكس وشكلها اكس واي. المفاجاه بقى ان هنعمل لوك العكس، اكس واي وهي اكس اكس. قصص بقى كده مفاجات وبتاع، انتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي. ما علينا. يبقى اذا في المرض ده ال 17 هيدروكسي بروجستيرون لا يتحول الى كورتيزون. يبقى البنوته دي عندها كم مشكله دكاتره؟ اثنين. المشكله الاولانيه ما عندهاش كورتيزون، المشكله الثانيه عندها اندروجين. علاجها ايه للبنوته دي؟ اديها كورتيزون. لما اديها كورتيزون هضرب كل العصافير بحجر واحد. ازاي؟ هعوض الكورتيزون اللي هو ايه؟ ديفكتيف، وهخلي الكورتيزون ده يسبرس الاي سي تي اتش، فالاسترويد جينيسيس تقف في الادرينال، فالاندروجين ايه؟ ما يطلعش. مره ثانيه، لما ادي كورتيزون هعوض الكورتيزون اللي ديفكتيف من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه هعمل نيجاتيف فيدباك على الاي سي تي اتش، يقوم يبتدي الاي سي تي اتش يقل ووقف الاسترويدوجين، واتنتها طول عمرها عايشه على ايه بقى؟ كورتيزول ريبليسمنت، علشان تعوض الكورتيزول والاندروجين عندها يبتدي يبقى ايه؟ سبرس. ده بصوا انا بقول لكم دي على هامش السيره كده، الغرضي منها بس ايه؟ غرضي منها ان انا اوضح لك كيف، او يعني ايه الحاجات اللي انت لو خدتها في الاطفال، لو جينا في درس الفيراليزيشن قلت كونجنتال ادرينال هايبر بليزيا يبقى عندك ايه فكره؟ ليه بقول الكورتيزول واطي واللي مش عارف ايه يعني؟ بص يا اولاد، دي رسمه اكثر يعني سمبل، مور سمبل، بتعبر لنا عن الاوفيريان سايكل وعلاقتها بالاف اس اتش والال اتش وعلاقتها بالاستروجين والبروجستيرون وعلاقتها بالمسترول. زي ما اتفقنا ان في اول يوم مع وجود بريمورديال فانكل بيبقى الليفل بتاع الاستروجين والبروجستيرون واطي جدا، وده اللي بيخلي الاستروجين بتاع الدوره الابيه تبتدي ايه؟ تنزل. جرادولي لما الفوليكل بتكبر والاستروجين يبتدي يعلى بيبتدي يحصل ايه؟ بروليفراتيف تشينج في الاندوميتريوم. اول ما البروجستيرون بيبتدي يعلى، ودي عايزين نفهمها بقى، بصوا، اول ما البروجستيرون بيبتدي يعلى بينهبت البروليفراتيف ده، صح؟ انا اتفقنا على كده ان البروجستيرون بينهبت البروليفريشن، بس معلش نفهمها دي قوي. بينهبت البروليفريشن فين بالظبط؟ في الاستروم، مش الاندوميتريوم ده يا ولاد؟ ركزوا معايا كده، عباره عن جلاند اللي هي دي كده، واستروما اللي هي دي كده، صح؟ طيب انا الاستروما دي تخني، مش كده؟ فين؟ في البروليفراتيف سايت، صح؟ طب عايزين بقى نتكلم على في السكريتوري فيز ايه اللي هيحصل. الاستروما دي مش هتتخن، بس البروجستيرون از ا بارت من السكريتوري فانكشن بتاعته هيخلي الجلاند دي تطول. طب جلاند طولت والاستروما بتاعتها ما بتطولش، تحل المشكله دي ازاي؟ برافو عليك يا اولاد، برافو عليك. بصوا بقى، انا عايز الناس اللي قدامي دول هم دول ايه يعني؟ هم دول جروب الهاند بول بجد، يعني حاجه يعني شغل فاخر على الاخر. اه والله. نقول كمان للي ما ايه للي ما لقطش الحكايه، نقول كمان للي ما لقطش الحكايه. انا جيت في النص الاولاني من السايكل عملت البروليفريشن بتاعي مظبوط اهو، شايفينه؟ شوف ريت اوف جروس عالي جدا. جيت في النص الثاني من السايكل ابتدى الاستروجين ابتدى البروجستيرون ينهبت البروليفراتيف تشينجز بتاعت مين بقى؟ بتاعت الاستروجين. على مين مني؟ على الاستروما. فابتدت الاستروما دي ما تتخنش قوي، صح؟ ولكن يظل البروجستيرون جزء من السكريتوري افكت بتاعته ان هو الجلاند دي بتكبر. فالجلاند دي بتكبر من غير ما الاستروما تكبر معاها. فتبتدي تاخد الشكل الايه يا ولاد؟ التورشوس. تبتدي تاخد الشكل الايه؟ التورشوس. ليه؟ لان هي لو كبرت معاها تنتها ستريت كده، صح؟ لو كبرت معاها تنتها ايه؟ ستريت. لما ما تكبرش معاها تبتدي تاخد الشكل الايه؟ التورشوس. يبقى مينلي
البروجستيرون بينهبت الجراس في النص الثاني من السايكل بتاع ايه؟ بتاع الاستروما، وبيخلي الاندوميتريال تيكنس يحصل له ايه؟ ما يزيدش. الاندوميتريال تيكنس يحصل له ايه؟ ما يزيدش. طيب تعال نشوف بقى بيقول لنا ايه صاحبنا؟ بيقول لك البروليفراتيف فيز اللي هو النص الاولاني من السايكل ده بيبقى كوانسيدنت مع الجرانيولوزا سيل، وبيبتدي الجلاند والاستروما الاثنين يحصل لهم بروسس، صح ولا لا؟ يبقى في النص الاولاني من السايكل اللي هو البروليفراتيف فيز بيزيد الجلاند والايه؟ والاستروما الاثنين. جميل. بعد الشيدنج بتاع الاندوميتريوم، بعد الشيدنج بتاع الاندوميتريوم لما يخلص بيبتدي البروليفراتيف فيز. بص دي دايما العقده يا اولاد بتاعه قرايه الحته دي. العقده اللي انا علمتها لك امبارح المفروض يعني ان انا علمتها لك امبارح. العقده اللي انا علمتها لك امبارح هي انه لما باجي اكتب اوفيريان سايكل ببتدي من اول ايه؟ فوليكيولر. لما باجي اكتب اندوميتريال سايكل ببتدي من اول ايه؟ بس في حته كده ان المنستريشن ده كان موجود مع بدايه الاوفيريان سايكل، صح ولا لا؟ في حد اولاد الحته دي عنده فيها مشاكل ولا حاجه؟ بس عشان دي اهم حته في الموضوع. طيب بعد الشيدنج بتاع الاندوميتريال لغايه الاوفيريشن في عندي بروليفراتيف فيز. اندر ذا افكت اوف اوفيريان استروجين انا عندي حاجتين بيبروس، الجلاند والاستروم. الابيثيليال لايننج بتاع الجلاند بيتنتره يكبر ويبقى سنجل لاير اوف لوكال لامنر اللي ممكن تبقى سودو ستراتيفايد لو كترت وفريكوانت مايتوزس. يعني ايه فريكوانت مايتوزس؟ يعني بروليفراتيف. يعني ايه فريكوانت مايتوزس؟ يعني بروليفراتيف. الاستروما بتبتدي تكسباند تكبر ليه؟ عشان فيها بلود فيسل. الله ما انا علمتك كده امبارح يا ابني. عشان امبارح قلت لك استروجين يعني ايه؟ بروليفريشن وفاسكولاريزيشن. البروليفريشن هيكبر الجلاند والفاسكولاريزيشن هيكبر مين؟ الاستروما، ونبتدي ندخل مع بعض. الاندوميتريال ثيكنس بيتضاعف 10 مرات من نص ملي يوصل لخمسة ايه؟ لخمسة ملي، يعني نص ايه؟ نص سنتي، خمسة أبطه 8 ايه؟ ملي، يعني بيتضاعف 10 مرات او اكتر. السكريتوري فيز كوانسيدنت مع الاندوميتريال فيز، ودول الاثنين اللي راكبين مع بعض فعلا، دول الاثنين اللي راكبين مع بعض فعلا، ان الاندوميتريال فيز هو السكريتوري فيز. انما الفوليكولار فيز في معاه حاجتين، منستريشن وايه؟ وبروليفرال. عمال اعيدها بقى عشان بقى لازم تثبت دي اهم حاجه. طيب السكريتوري تشينجز بتبتدي لما الكوربس ليوتيريوم يطلع بروجستيرون واستروجين. بصوا بقى بصوا بروجستيرون انهبيت الاستروجين انديوس بروليفريشن على ايه يا دكتور؟ على الاندوميتريال ثيكنس، صح ولا لا؟ وبالتالي سوري الاندوميتريال بس ده في الاستروما، بس الاندوميتريال جلاند كونتينيو تو جروس. ليه؟ لان ده جزء من ايه؟ السكريتوري اكتيفيتي. وبالتالي ده اللي بيخليها ايه بقى؟ تورش، صح ولا لا؟ ده اللي بيخليها تورش. في حد مش فاهم الحته دي؟ بجد؟ طيب في الايرلي دي مش مهم بقى الكلام ده. في الايرلي سكريتوري اكتيفيتي الكلام ده يعني احنا بنقوله طبيعي خلاص؟ انه في الايرلي سكريتوري اكتيفيتي اول سكريتوري اكتيفيتي بتبان ان بيبتدي يبان صف نيوكليار فاكيول كده تحت النيوكليس بتاعه الاندوميتريال جلاند اللي هي بتطلع السكريشن. بالمناسبه ايه السكريشن دي؟ ايه؟ سكريشنز دي ليها اسم في الليتريتشر اسم لطيف يقول لك يوتراين ميلك. يعني ايه يوتراين ميلك؟ مش المفروض انه الفيرتلايز دي ايج دي هتمشي في اليوترس ثلاث ايام؟ فده سكريشن مغذي يساعد الفيرتلايزد ايج دي انها تعوم في بحر مش عارف ايه، في بحر الغدره، تعوم في بحر الاندوميتريوم، تعرف تمشي وتعرف تاكل. يبقى هنا الجلاند السكريشنز دي، يعني انا لو بصيت لليوترس كده هنا عشان كلنا نشوف، لو بصيت لليوترس كده هلاقي الاندوميتريوم ده السكريشنز بتاعته بتبدا يوتراين كافي، بحيث لما الاوفم تيجي هنا وتمشي تلاقي حاجه تاكلها وحاجه تقوم فيها وتعرف تتحرك بايه؟ بسهوله. دي معنى كلمه سكريتوري اكتيفيتي. طيب فابتدي يبان الفاكيول دي تحت السيتوبلازم، وبعدين تبتدي الفاكيول دي تطلع من تحت الى فوق، وبعدين بيتفرقع وتسكريت السكريشن بتاعها الى ايه؟ الى الجلاند، ثم تطلع على الاندراين ايه؟ كامل. طيب في الميت سكريتوري، طب اسمعوا الحته دي، انا كنت ناوي بس في الميت سكريتوري
بيحصل استروما اديما. تبتدي الاستروما دي تجمع ميه، تجمع فلويد. بس في حته مهمه وتيجي فيها ليكوسايت غير كل الليكوسايت بتاع الجسم كله. اسمع يا دكتور الحته دي، الحته دي بجد بجد يعني بجد. تعرف بقى ان ايه؟ مش حاجه اسمها صدفه واحنا اتخلقنا صدفه والكلام ده. بص، لارج جرانيوليتد لينفوسايت، الجرانيوليتد لينفوسايت دي غريبه وعجيبه ومختلفه عن الليمفوسايت بتاع الجسم كله. في ايه؟ الليمفوسايت او يعني الاميون سيلز بتاعت الجسم كله، لما تلاقي جسم غريب تعمل فيه ايه؟ تهاجمه، صح؟ لا، الليمفوسايت دي لا. لما تلاقي جسم غريب بالاحضان، يا بلدنا يا حلوه بالاحضان. طب الليمفوسايت دي بتيجي امتى؟ بس في الميت سكريتري بتاع الامبلانتيشن. بس هو مش احنا اتفقنا ان الامبلانتيشن 7 دايز بوست اوفيلاتري؟ يعني في نص اليوتير فيز. وعشان كده في الميت اليوتير يعني 7 ايام بالظبط بتبتدي الليمفوسايت دي تظهر. خد الجديده دي. الليمفوسايت دي ويالا العجب، ويالا العجب لو لقيت اللي جاي عليها ده شبهها ممكن تهاجمه. طب ايه الحكمه من ده؟ ان احنا نبقى قاعدين 60 70 واحد مش شبه بعض. ما هو بصوا، لو الليمفوسايت دي بتهاجم الغريب وتحب القريب كلنا هنبقى ماتريكس شبه بعض كده. فاهمين الفكره ازاي؟ بس علشان نبقى مختلفين عن بعض وكل واحد ليه شكل وكل واحد ليه شبه، فيبتدي الاب والام دول يتداخلوا. فلما يتداخلوا ينتجوا جسم ايه؟ جديد. الجسم الجديد ده لازم يلاقي جوه اللارج جرانيوليتد ليمفوسايت دي اللي هتقول له تعالى يلا يا غريب، يلا يا حبيبي يلا. عارفين زمان كان يقول لك ايه؟ وانا الصعايد يقول لك وطلعت فوق الجبل وجابلوني المطاريت. قالوا لي انت معانا ولا مع الناس التانيين؟ قلت لهم معاكم فطخوني وقالوا لي ما هو احنا الناس التانيين. اهي دي كده، اهي دي كده. انت لو معانا هنطخك. ليه؟ احنا الناس التانيين. فاهمين الفكره ولا لا؟ يعني انا لو انا جيت لي وانت شبهي هطخ. انا مش عايز نبقى كلنا شبه بعض. انا عايز الناس التانيين علشان نبتدي نختلف عن بعض. حته عظمه عظمه. والاميونيتي هنا عكس الاميونيتي في الجسم كله. الجسم كله بيطرد الجسم الغريب ما عدا هنا. طب معلش هقف عليا، ينفع الكلام ده يبقى يعني ايش عرفها؟ ايش عرفها؟ انا اسف حقك عليا، هي ايش عرفها؟ ان الليمفوسايت تسيب الجسم كله وتهاجم فيه الجسم الغريب وتيجي هنا امتى؟ بس يعني قبل كده كان في ليمفوسايت عاديه، بس هي جت في الميت سكريتري وقالت كده. وقالت انا بص انا هنا انا خدامك ومرسوم على دراعك، انا بتاع الحجايه الناس التانيين. هو ده النظام. فاهمين يا اولاد الفكره؟ فاهمين الفكره؟ طب ايه الغريب ده يا دكتور؟ يعني هو ده يعني هم السبيرم ولا ايه؟ لا حبيبي البيبي، مش احنا اتفقنا ايه؟ نقول تاني. اسمعوا يا اولاد، بصوا انا هيجي في اللحظه في الميتيريال دي يخش عليا تروفوبلاست. يعني ايه تروفوبلاست؟ يخش عليا كوريونيك تيشو لا مؤاخذه في كلمه تاكل في الاندوميتريوم وتيجي هنا. بقى في بيبي امبلانتد، انا متخيل انك عامل ايه بوتيشن. بقى في بيبي امبلانتد هنا، صح؟ البيبي ده عليه سيرفس انتيجين. السيرفس انتيجين دي غريبه عن السيرفس انتيجين بتاعه الجسم. المفروض لو في ليمفوسايت عاديه هنا، الليمفوسايت دي تعمل ايه؟ تهاجمه. زي ما بنيجي نعمل اورجان ترانسبلانتيشن ولاقي حاجات عجيبه هاجمها، صح ولا لا؟ لا، الليمفوسايت دي واقفه تبص. انت غريب؟ حبيبي احبك. طب لو انت قريب، ده ولا اللي بيعمل في جواز القرايب مثلا، هتيجي الليمفوسايت دي تلاقي ايه؟ تلاقي واحد حبيبنا وقريبنا، فيقول لهم انا معاكم، فيطخوه يقولوا لهم احنا الناس التانيين. مش انا فهمتك؟ مش انا فهمتك؟ يعني دي احد اسباب فشل جواز، احد اسباب فشل جواز القرايب. مش لازم هيبقى كده، في بقى كونجنيتال امراض وحاجات كده. انما احد الاسباب ان انت لو جيت
دول قرايب قرايب تنين يعني، واخد بالك؟ ويعني مفيش اللي هو يعني الجينوم جينوم وبتاع، ومن هم صغيرين سعاد لعبد الله وعبد الله لسعاد، يعني فاهم عجب كده. فبص كده لما يكبروا يطلعوا ولد اللي هو ايه يعني سعاد على عبد الله، يعني حاجه جدا. فالبيبي ده لما يبقى امبلانتد ويلاقوا ان هو معانا فيتخوه يقولوا له ما احنا الناس التانيين. فهمتوا الفكره ولا لا؟ فهمتوا الفكره؟ انا صراحه الحته دي مش دايما اقولها، بس يعني ايه يعني انتوا الناس بجد تستاهل ان انا اقول الكلام. ما عليك ليه سكريتري؟ خلاص يا ولد اتجوز يا نفسك، عايز ايه اتجوزت. يعني هو كل حاجه للعيال، هو جايز في كل واحد لزقته في حاجه لوقته، ايه المشكله؟ يعني كل واحد لزقته في حاجه، الناس تعيشوا سعداء كده وتروح تقعد في بالي بقى، تقعد في بالي كده، فبقى تملع المرجيحه كده وتنزل ميه. طيب ليه سكريتوري؟ مش مهم بقى دي خالص، انا عندي بس العناوين. ليه سكريتوري بيبتدي الاندوميتريال ده يبقى فيه بيزل لاير؟ دي اهم حته بس انا عايزها. شايفين البيزل لاير اللي تحت الجلاند دي؟ شايفين البيزل لاير اللي تحت الجلاند؟ البيزل لاير اللي تحت الجلاند دي، طب اساعدك؟ لا لا طب هقول لك الحته بس ممكن عشان ايه يا ولاد وقفت بتاع انا بقى بخليك تسال ما تسافش مني ما تسافش مني انا حمو انا حمو بسال لو مكسوف تسال قدام زمايلك لا يبقى في البريك وخلي الحته دي عشان ما تسمعش الحته ورا ممكن بقى يعني ايه التوجيه المعنوي من بطل المسلح. طيب بص عندي يا دكتور عندي بيزل لير وعندي مين بورشن اللي فيها الجلان. بص يا دكتور كده بص دي ثلاث اجزاء، عندي بيزل بورشن ما فيهاش جلان ده اصلا، وعندي مين بورشن اللي فيها الجزء الملون بتاع الجلان، وعندي ابر بورشن اللي فيها الستيم بتاعت الجلان. خلاص البيزل لير دي اللي هي ال 25% التحتانيين دول ما بيقعوش، ودول اللي هيبتدي يحصل منهم ريجنريشن للاندوميتريوم بعد كده. الجزء الوسطاني ده اللي فيه الجلاند الملولبه ومش عارف ايه اللي هي الجلاند التورشواسكي، بينما السوبرفيشال اللي هي الكومباكت لاير دي اللي فيها ايه الستيم بتاعه الايه بتاعه الجلاند. نيجي بقى للمنسترويشن. بصوا بقى عشان خاطري تسمعوا الشرح اللي انا هشرحه ده وبعدين نقرا ده تفاصيل المنسترويشن يمكن امبارح ايه زي ما قلت لك كده. بص دكتوري دكتوري احنا كنا بنتكلم ان انا عندي سكريتوري اندوميتريوم كده. السكريتوري اندوميتريوم ده مليان سيلز، السيلز دي لما ناخدها هنا ونكبرها هنلاقيها مليانه لايزوزايمز. بصوا شايفين في السيل خدت سيل من دي كبرتها مليانه لايزوزايمز. مين اللي عمل اللايزوزايمز دي؟ بروجستيرون. ومين اللي مثبتها مخليها ستيبل؟ هو نفسه البروجستيرون صح؟ اول لما بيبتدي البروجستيرون ده يقل بيبتدي اللايزوزايمز دي تفرقع. اللايزوزايمز دي جواها انزيم هام جدا اسمه بروستاجلاندين سنسيتيز. البروستاجلاندين سنسيتيز ده بيشتغل على شويه الفوسفوليبيد اللي موجودين في السيل وول. على فكره التفاصيل اللي انا بقولها لك ممكن قوي انك ما تبقاش عارف او ممكن ما تعرفهاش حتى، بس تخش في دماغك مره واحده وتخرج بس انت فهمت. عارف كل ده انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان الاندوميتريوم بيطلع بروستاجلاندين بس. ممكن اقول لك الكلمه كده هننساها، انما لما اقعد اقول لك ده بيعمل ده بيعمل ده بيعمل ده هيفضل منهم ان ايه ان ده شعاري دايما، وده دي نقطه اللي انا يعني ممكن ابقى كويس فيها شويه. دكتور عين هو الكوكس ايه هو الكوكس تمام. يبقى هارت مش مصاب شو هايبروكسوجينيز مش مهم. بروستاجلاندين سنسيتيز ده بيشتغل على الفوسفوليبيد اللي موجود في السيلول فيبتدي يطلع بروستاجلاندين.
بروستاجلاندين الرئيسي اللي بيطلع هنا محمد عبد العليم بيسميه لهيب. بروستاجلاندين اف 2 الفا. بروستاجلاندين ايه؟ اف 2 الفا. افتكر ثلاث نجوم النقيب. النقيب بروستاجلاندين اف 2 الفا ده يعمل ايه؟ يبتدي يعمل فازو كونستريكشن، يعني يقفل البلاد فيسلز. فلما يقفل البلاد فيسل يبتدي الاجزاء السوبرفيشال دي تموت. يبتدي الاجزاء السوبرفيشال دي يحصل لها ايه؟ تموت. لما تموت جزء من اللي بيموت بتاعها مين؟ البلاد فيسل شخصيه. فالبلاد فيسل دي لما تتقطع يبتدي يخرج منها دم، صح؟ يبتدي الدم اللي خرج هنا يعمل هيماتوما، والهيماتوما دي تبتدي تفصل مين؟ الاندوميتريوم، صح ولا لا؟ يبقى صبرك بالله ده لسه ما اتكلمتش. يبقى خلاصه المسخره اللي انا بقولها ان البروجستيرون ده اللي طلع اللايسوزايم، لما قال اللايسوزايم بيحصل لها ايه؟ فرقعت. لما فرقعت طلع بروستاجلاندين اف 2 الفا اللي عمل بازو كونستريكشن. الفازو كونستريكشن ده قفل الفاسل وموت اللير السوبرفيشال، وابتدى اللير السوبرفيشال دي تفصل وتيجي هنا كده في نص البتاع. لما فصلت البلاد فاسل دي نفسها اتقطعت وابتدى يطلع سرسوب دم كده، صح؟ سرسوب الدم ده عادة ما بينزلش. ليه؟ لان يعني في هنا سيرفكس مقفول. فيبتدي البروستاجلاندين اف 2 الفا ده يخلي اليوترس ده يكونتراكت شويه. كونتراكت حاجه بسيطه كده، عايز ينزل شويه الدم على الجهاز. باي ذا تايم بيبتدي هنا عندي بلوك بلوك كبيره وجواها شريدز بتاعت الاندوميتريوم اللي بقى شدت. بيشتغل عليها حاجه اسمها فايبرينوليتيك سيستم. فيبتدي الفايبرينوليتيك سيستم يعمل ايه في الدم ده؟ يحلله. خلاص بقى عندي دلوقتي جوه اليوترس ايه؟ عايز تشبيه دقيق قوي، شويبس رمان. شفت شويبس رمان؟ شويبس رمان ده سائل لونه روز جواه شريدز. جواه ايه؟ شريدز. واخد بالك؟ راني فراوله زي ما انت يعني، اللي هو سائل. السائل ده لونه بنت على راي كريم، لونه بنت. وايه؟ في شريدز كده صغيره. السائل ده يقدر يبتدي ينزل في شكل سائل جواه شريدز رفيعه. اقول كده كل المسخره اللي انا قلتها ديت ممكن الخصها في حاجه، ان في بروستاجلاندين بيطلع بيعمل فازو كونستريكشن، يعمل نكروزس للسوبرفيشال لير اللي تقع. لما تقع تبقى في الاندوميتريوم ده في واو، الواو دي خل الدم، خل الدم. يبتدي الدم اللي نزل ده يعمل بلاد كلوت. البلاد كلوت دي ما بتنزلش لان السيرفيك ايه؟ مقفول. فيبتدي يشتغل عليها فايبرينوليتيك ايه؟ سيستم. يبتدي الفايبرينوليتيك سيستم ده يعمل لايسس للبلاد كلوت، ويبتدي يسيب شويه شريدز من الاندوميتريوم وبلاد اوريدي ايه؟ لايسد. البلاد اللايس ده ينزل في صوره دوره. الدوره دي شكلها عامل ازاي؟ بالظبط بالظبط. نروح كلنا ما يجراش حاجه، نخمس في ازازه واحده شويبس رمان وندلقها. اتفرج. طبعا بتكلم على الصبيان، شوف الصبيان ده ما يعني ما شافش الدوره فاشوفها برضه. خلاص؟ طيب حبيبي يا دكتور، طب افرض جدلا جدلا يعني ان خسرتك اليوم، افرض انه الدم ده كتير قوي، افرض ان الدم ده اللي انا بقوله ده كاركتر اوف نورمال ماستريويشن، كاركتر اوف نورمال ماستريويشن، بيبقى بينزل دم زي الشربات وفي شريدز بتاعت اندوميتريوم بالكتير قوي، تلاقي في حته بلاد كلوت قد السمسمه. اشمعنى قد السمسمه؟ السمسمه دي 3 مللي، ده الدايمتر بتاع الانترنال اس، ده الدايمتر بتاع السيرفكس. فانا اقدر حته زي السمسمه تعدي ما جاش حاجه. طب افرض الدوره البنت دي عندها بلفيك كونجيشن، عندها احتقان في الحوض. افرض البنت دي عندها فايبرويد، فالفايبرويد ده مخلي اليوترس ده مليان دم. يقوم يحصل ايه؟ يقوم يعمل بلاد كلوت كبيره قوي كده. البلاد كلوت الكبيره دي بتستند اليوترس جامد قوي، فيبتدي الكونتراكشن بتاع اليوترس تبقى ايه؟ عنيفه. ويبتدي زي الولاده يولد البلاد كلوت، يبتدي السيرفكس ده يوسع، ودي حاجه فيري بينفول.
ويبتدي ينزل بلاد كلوتس كلاكيع كبيره. طب لو يبقى انا لو عايز افقس الوليه دي عندها هيفي من استرويشن ولا لا؟ دي سهله، هسالها مدام حضرتك كميه الدم اللي بتنزل عليكي اخبارها ايه؟ فتقول لي يا والله في نعمه. هو ايه مين اللي في نعمه؟ طيب اسالها بقى سؤال اكثر دقه، الدم اللي بينزل ده شكله عامل ازاي؟ فتقول لي يعني رايق كده ومسكت ومش عارف ايه. لا الحمد لله. طب في حضرتك وجع جامد وهو بينزل او كلاكيع عامله زي الكبده بتنزل؟ فتقول لي لا، اقول لها انتي بيس. طب لو قالت لي بقى لا ده في بقى انا بقعد اعمل كده مغص مش عارف ايه وبينزل كلاكيع كبيره عامله زي الكبده، افقس على طول ان ده يفي ايه؟ منستويشن. لان لو الاناط بتاع المنستويشن كان طبيعي كان اليوترس صبر عليها لغايه لما مين يشتغل؟ فايبرينوليتك سيستم. وفي جمله مشهوره حافظها لكم من دلوقتي، دايما نقول ايه؟ عمر الدم ما يبقى ميه ما عدا في الدوره والدي اي سي. دول الحالتين اللي الدم فيهم يبقى ميه. ليه؟ لان اشتغل عليه، عارفين الدي اي سي اصلا ولا لا؟ مش كده؟ ديسيمينيتد. ايه اللي هو المرض ده؟ ايه؟ يحصل بلط بلط جوه البلط فيسل ويشتغل الفايبرينوليتك سيستم. فيبقى الدم ما فيهوش كلوتنج فاكتورز. فيبقى الدم ميه عادي خالص يسير كده. وهنا برضه نفس الكلام. لو المنستريشن نورمال منستريشن يبقى العناصر بتاعها معقول، هيشتغل عليها الفايبرينوليتك سيستم وينزلها في صوره فلو بطيء لطيف بتاع كده في شويه شريدز وخلاص. انما لو الاماونت ده هيفي هيستمد اليوترس جامد، اليوترس مش هيسقط مش هيسقط. دي حاجه انتوا عارفينها اسمها ستارلينج بلو، لما سموز مصر تبقى شدها هي بتسقط ولا بتقعد تكونتراكت؟ فالكونتراكشن دي هتبتدي توسع السيرفكس ودوله البلاد كلوتس نزلها كده كلاكيع طبيعي. بصوا دي المعلومات اللي انا عايزك تعرفها. يعني ايه نورمال مناسكولار فلو؟ ويعني ايه ابنورمال مناسكولار فلو؟ وده شكله عامل ازاي؟ وده شكله عامل ازاي؟ خلاص؟ واخبارك بقى مع التفاصيل يعني ما احبش اعرفها بالتفصيل. بريمستور شارب ديكلاين في الاستروجين والبروجستيرون بعد ما الكوربس بيوتيم يبقى صغنن. كويلنج وباسل كونستريكشن، مين يا معلم اللي عمل ده؟ النكير. بروستاجلاندين اف 2 الفا، عرفتوا جه منين صح؟ وشويه حاجات تانيين. بليتلتس واكتيفيتنج فاكتور مش عارف. طيب يحصل اسكيميا في الفانكشنال بورشن الفوقانيه شيدنج اوف سوبرفيشال اند انترميديت. ما انا قلت لك السوبرفيشال انترميديت دول هيقعوا والميزان هي اللي هتقعد عشان الايه؟ الريجنريشن. بعد كده يبتدي يحصل هيموستيزيس. ازاي؟ عن طريق ان البلاد فيسل دي يبتدي يحصل فيها فازو كونستريكشن وتقفل، وبعدين اللي بقى اللي فوقيها يحصل عليها بليتلتس اجريجيشن. بالمناسبه السطرين دول مهمين قوي. ليه؟ لان هم دول برضو اللي هيعمل لي هيموستيزس بعد ايه؟ بعد الولاده. ما هو بعد الولاده برضو الاندوميتريوم بيقع ويبتدي يحصل فازو كونستريكشن وبعدين يحصل بليتلتس تتكون. فعشان البليتلتس اولاد تتكون لازم الفازو كونستريكشن يحصل. ليه؟ لان طول ما انا عندي فيسل بيطلع دم بالدفاع هل ينفع يتكون جلطه؟ فلازم يحصل بازل كونستريكشن والبلاد فلو يحصل له ستيزس عشان تيجي تجاوب للايه؟ الجلطه. ريجنريشن اند ريبير. بص انهانس الفايبرينولايسيس وسبريك داون اوف بلاد كروس مينيمايز ذا اندوميتر سكورنج اند بوست بروفيشن. فايبرينوليتك سيستم الشغل بتاعه مش مهم. ريجنريشن اند ريبير 2 دايز فروم ذا اونست اوف منستريشن. يبتدي بقى الاستروجين طلع صح ولا بعد يومين؟ ليه؟ انا اول يوم هو اول يوم فوق صح؟ اللي كان فيه الاستروجين قليل، بعد يومين من وجود الاف اس اتش ابتدى الاوفر الثاني بتاع الناحيه الثانيه يطلع ايه؟ استروجين، فابتدي يحصل ريجنريشن. الريجنريشن ده على مرحلتين ستروما انجيوجينيسيس. اندوميتريوم جلاند اندوميتريال ريجنريشن. والله العظيم احمد عبد العليم معلمها كده من اول يوم ان وظيفه الاستروجين ايه؟ بروليفريشن و فاسكولاريزيشن، انجيوجينيسيس و ريجنريشن. خلاص؟ complete cessation of bleeding. خلاص بيتوقف الدم بعد 5 لـ7 ايام. رغم ده اولاد فيك قوي، في بنات بيتوقف فيهم دم الدوره بعد يومين او بعد 3، انما يعني ده الرقم اللي كاتبه الكتاب فما يجراش حاجه. 5 لـ7 ايام. ماشي؟ حتى اولاد عنده سؤال عن الناس في الوسايكل؟ طيب
طيب عايز اوريكم احنا يعني هنطلع حالا، انما ايه عايز اوريكم كام حاجه كده. دي الرسمه اللي احنا رسمناها امبارح وعايزين ناكد عليها الفاينل سايكل ولا ايه والسيرفايكال ايه سايكل. فاكرين قلنا اندر ده اف عين برافو عليك. الفايبرينوليتك سيستم بيشتغل على اطباق قاطر كبيره جدع، ويبتدي يعمل لها لايسنس ويبتدي الدوره دي تنزل كويس. شوف احنا قلنا كلمه اسمها ايه بليتلتس ايه اجريجيشن، انا ما كلمتش على هيوج بلاد كلوت، احنا قلنا فازو كونستريكشن وبليتلتس ايه اجريجيشن. بليتلتس اجريجيشن دي مش هتنفع الا لو في فازو ايه كونستريكشن. فهمتي اصلا ولا لا؟ انما هنا انا بتكلم على فايبرينوليتك اكتيفيتي، مين بقى اللي هيلحقني؟ الريجينريشن بتاع الاندوميتري، ان انا اغطي، والنيو انجيوجينس ان انا اغطي الحتت العريانه دي بسرعه. يبقى انا اعتمدت على حاجتين، ما قلتش كلوت فورميشن، قلت ايه بقى؟ قلت فاز كونستريكشن اند بليتلتس ايه اجريجيشن، ويلحقني على طول الريجينريشن. هنا دكتوره لو عندي عيان فيها هيفي منستريشن، عشان افهمك ان انت بتفكري 100%، هديها انتي فايبرينوليتيك عشان هدي الفايبرينولايزز، عشان اسمح ان يحصل ان البلط بس دي تقفل بالبلط، لان واضح ان البلط بس عندها كبير. انما ودين الفاسل الصغيره بيتلس اجريجيشن بيبقى كفايه. معايا؟ اوكي. طيب احنا اتكلمنا على الفاجينا، شايفين الفور لاير يا ولاد؟ دي البيزل فاكرين؟ ودي البارا بيزل، ودي الانترميديت، ودي السوبرفيشال اللي هي البعيده. ودي العصايه اللي انا جبتها ديورنج الاستروجينيك فيز وخدت فيها الخليه دي اللي هي ماتيور سوبرفيشال الاسيدوفيليك وسبيكوتيك نيوكليس. احنا قلنا ان الاستروجين بيعمل بروليفريشن وفاسكولاريزيشن، عشان بيعمل فاسكولاريزيشن خلي بالك والله ده الحته دي، عشان بيعمل فاسكولاريزيشن بيبتدي الفاجينا الابيثيليوم ده يبني جلايكوجين. الفاجينا الابيثيليوم ده يبني ايه؟ جلايكوجين. الجلايكوجين ده بيشتغل عليه بكتيريا موجوده كومنسر في الفاجينا اسمها لاكتوباسيلار، تحول الجلايكوجين ده الى لاكتيك اسيد هتعمل لي اسيتك فاجينا. ايه قيمه ان في الاستروجينيك فيز اوف ذا سايكل اللي هو البروليفراتيف فيز اللي هو الفوليكولر فيز يبقى البي اتش بتاعت الفاجينا اسيتك؟ احنا اتفقنا نظره فابتسامه فموعد فلقاء ففيرتلايزيشن، يعني الاستروجين مسؤول عن تهيئه الفاجينا للفيرتلايزيشن. طب والسيمن الكالين؟ كويس، فده يعمل نيوتراليزيشن للالكالينيتي اللي داخله ديا، فيحافظ على البي اتش بتاع الفاجينا. طب دي واحد. طب اثنين، الانتر كورس ده ساعات يجيب انفكشن، فيبقى الاسيديك ميديا ده بروتكتيف ميكانيزم اجينست الانفكشن. كل الكلام ده في انهي فيز اوف ذا سايكل؟ في الاستروجينيك فيز. خلاص؟ اوكي. ايه؟ الجلايكوجين اللي الاستروجين جابه، عشان انا زودت الفاسكولاريتي وجبت جلوكوز وجلايكوجين وكده، الجلايكوجين ده هو اللي بيتحول للاكتيك اسيد. شوفوا بقى، قلنا دي امبارح ما كانتش واضحه قوي وبالتالي وضحناها النهارده، ان البروجستيرون انهبت الايه؟ البروليفراتيف افكت بتاع مين؟ بتاع الاستروجين. فيبتدي الخلايا السوبرفيشال دي تقع وما تتجددش، صح ولا لا؟ فيبتدي يبقى الخليه الدوميننت في البروجستيرون هي الخلايا الانترميديت اللي هي البيزوفيريك، وعشان الاستروجين الفاسكولاريتي قلت شويه فتبتدي الاسيديتي الاخرى ايه؟ تقل. الكرايتيريا بتاعت السيرفايكال ميوكس قلنا ده سيرفايكال ميوكس الصوتي اللي هو الاستروجينك، لما الاستروجين جه زود البلاد سبلاي عمل لي، بص يا ولاد دي الفيرم، شايفين الفيرم؟ ده اسمه الفرن ده، وده اللي اسمه شفين باركين. شوف بين تو سلايدز عمل ازاي. هنا البروجستيرون الاماونت قل بقى سيلور، شايفين السنس سلطت في الميوكس ما بيانات له ايه؟ ما بيانات له عقار، فبقى عندي نيجاتيف فرن ونيجاتيف ايه؟ شفين باركين. ايه فهمت؟ حاضر. طيب بصوا دي كده، دي انا شرحت جزء منها. انا قلت لك الاندوميتريوم لما يتعرض للاستروجين بيبقى ايه؟ طب لو خد استروجين كمان يبقى ايه؟ طب لو خد استروجين كمان يبقى ايه؟
لازم البروجستيرون عشان يبقى ايه سيجنال. بص البروجستيرون ده زي ما اتفقنا بينهبت البروليفرال ديفكت بتاع مين؟ بتاع الاستروجين. لذلك لو انا زودت بروجستيرون قوي لفتره طويله هبقى هايبر سيكريتوري. الهايبر سيكريتوري اندوميتريوم ده اللي هو بتاع البريجنسي اسمه ديسيديوم، ده مفهوم. لو زودت البروجستيرون لفتره طويله 8 اشهر 9 اشهر مفيش بروليفريشن فمفيش تجدد للخلايا، فيبتدي على الفتره الطويله يحصل اتروفي بقى للاندوميتريوم. اقول تمام، يبقى انا لو جبت البروليفراتيف اندوميتريوم واديته بروجستيرون هيبقى سكريتوري موافق شويه، يبقى هايبر سكريتوري اندوميتريوم اللي اسمه ديسيديوم. بس لو اديته فتره طويله قوي مش البروجستيرون عامل سبريشن للريجنريشن، هيبتدي في اخر 8 اشهر 9 اشهر يحصل له ايه؟ اتروفي. لذلك انا ممكن استخدم البروجستيرون في علاج الاندوميتريال هايبربليزيا، صح ولا لا؟ لانها هتبتدي تاخده تخليه سكريتوري وبعدين ديسيدولايزيشن، بس بعد شويه هيحصل له ايه؟ اتروفي. فاهمين الفكره دي ولا لا؟ يبقى اذا لو انا عندي عينه فيها اندوميتريال هايبربليزيا ينفع اعالجها بالبروجستيرون؟ اه طبعا. ليه؟ بس هاخده قد ايه؟ 6 اشهر 9 اشهر، فتره طويله، علشان هو بعد كده هيبقى سكريتوري وبعدين ديسيدولايزيشن، انا مانع ريجنريشن، في الاخر هيحصل له ايه؟ اتروفي. الكلام ده بقى ده اللي مكتوب في الكتاب، ده الجدول اللي موجود في الكتاب، ان في الفوليكولار فيز السيرفايكال ميوكس بيبقى بورفيوس، الفيسكوستي قليله، ثين ووتري زي ما اتفقنا، ما فيهوش سيلز، ما فيهوش ليكوسايتس ولا سيلز، في بوست فيرم، في بوست فيشبيل باركي. بوست فيشبيل باركي يعني الخيوط من 7 الى 10 سنتيمتر. ماشي. الليوتيريال فيز ده سكانتي، يعني ايه سكانتي؟ يعني قليل بتاع، في هاي فيسكوستي عشان في خلايا، وبالتالي هو نيجاتيف فيرم ونيجاتيف شبين باركين، بيعمل خيوط قصيره من 3 الى 4 سم. خيرا يا صديقي عشان ما تسالنيش دي معناها ايه، احنا وصفنا في الفوليكولار فيس في سوبرفيشال، السوبرفيشال دي ايزينوفيلم وفيها بيكنوتيك ميوكس. حد مش فاهم الكلام ده؟ بيقول لك الماتوريشن اندكس 0-30-70. يعني ايه 0-30-70؟ يعني دي نسبه البارا بيزل للانترميديت للسوبرفيشال. مين الخليه الدوميننت؟ فاهمين الفكره؟ من تحت لفوق كده 0-30-70، ما عنديش بارا بيزل، عندي 30% انترميديت، عندي 70% ايه؟ سوبرفيشال. ده اسمه ماتوريشن اندكس. الماتوريشن ماشي ازاي؟ في الليوتيريال فيز لا، انا عندي 0-70-30 من البريدومينانت، والاقي ليكس كده من بواقي الخلايا السوبرفيشال متطوره من البواقي، انما اغلبيتها ايه؟ وقع. الخليه الرئيسيه الانترميديت اللي هي بيزوفيليك ويز فيزيكولار ايه؟ فيزيكولار نيوكليس. كان هذا هو زي ما اتفقنا. ناخد بريك كده ربعايه ان شاء الله، برضه ناخد ايه؟ انتروداكشن للانوبيليشن سمري اللي احنا شفناه خلاص بتاع الفيسيولوجي كويس، وده برضه كده سمري للانوبيليشن زي ما انا هشرحه النهارده، وده سمري الحته كده في المنوريه. خلي عبد الله يعمل لكم الكام ورقه دول بحيث ايه برضه ايه يعني الواحد يبقى ايه معاه اي حاجه كده كتابه كده ايه يمصمص فيها لغايه ما ايه ربنا يرضى عنكم. خلاص مش عايز امشي من غير ما اجي على عبد الله. بصوا بقى الاول على بالنا ايه في سؤال سألته أكتر من مرة، أنا عشان جاوبته بس بسرعة بقول لك عشان نطلع بريك كلنا. في ناس سألتني إيه موضوع الأنتي فايبرين اللي أنت اتكلمت عنها طول، علشان نفهمه لازم نفرق ما بين حاجتين، ما بين عيانة البلاد فيسلز بتاعتها رفيعة وبينزل منها دم سرسوب صغنن، صح؟ دي العيانة اللي هي دي الصغيرة اللي فيها نورمال انستريشن. هنا الهيموستاسيس معتمد على ايه؟ على فازو كونستريكشن وبليتلت اجريجيشن، دي فيها مشكله؟ خلاص. وما بين عيانه هنا فيها هيفي ستريشن، دي البلاد فيسلز بتاعتها كبيره. ما
محتاج اعمل باسو كونستريكشن وبليتس اجريجيشن واعمل بلاس لونج، صح ولا لا؟ فاهمين الفرق بين الاثنين ولا لا؟ مين العيانه فيهم اللي هتستفيد من الانتي فايبريز دي؟ صح ولا لا؟ ليه؟ لان انا محتاج اعمل ايه؟ لطوه، لان الفازل اكبرها ايه؟ شحينه، اللي بتنزل دم كتير دي فازل ايه؟ تقيله. هيجي السؤال اللي وراه، طب يا دكتور هو انا لما ادي ليها انتي فايبرينوليتك مش ده هيأثر على الفايبرينولايسس بتاع الكلاكيع دي فتنزل كلاكيع؟ هنقوم نرتب نافوخنا، هي ايه البريوريتي اللي عندي؟ هو البريوريتي اللي عندي ان الدوره وهي نازله تضايقها ولا انها تنزل كتير؟ انا خايف انها تنزل كتير. الدوره هتنزل تضايقها شويه مش مشكله، بس انا عايز يحصل بليتلتس بلاد كلوتس، البلاد كلوتس دي تقفل الفازل عشان دمها ايه؟ ما يتصفاش. وده الطب يا اولاد، عندنا دايما مشكله في الطب، يا دكتور مش احنا لو عملنا لها هيستريكتومي مش هيبقى عندها رحم؟ معلش هو هي بتموت حضرتك، احنا لازم نشيل الرحم عشان بتنزل. انا عايز فاهمين الفكره ازاي؟ فهنا البريوريتي ايه؟ ان انا ادي انتي فايبرينوليتك اهدي البليدنج ده بدل ما دمها يتصفى. طب والبلاد كلوت دي حاجه مش هتتحلل وتنزل مش عارف، معلش عايز عليا انا اسف، هتبقى تضايقها شويه اه، بس في مقابل ان دمها ايه؟ ما يتصفاش. يبقى اذا في كونديشنز، ايه الكونديشنز اللي انا هستخدم فيها عندي فايبرينوليتك عالي؟ هي الكونديشن اللي فيها هيفي منسز بس. الكلام ده هنشرحه بتفاصيل اكتر واهميته في الابنورمال جينيتال، انا بس ايه ابقى نوهت عنه كده تنويه صغننه انما تفاصيله بقى. طيب؟ طيب تعالوا بقى ايه؟ احنا ليه خدنا اوبيليشن؟ علشان نطلع انوبيليشن. الانوبيليشن والانوريه عندنا اولاد متداخلين جدا في الكتاب. برضه بتكلم للناس اللي معاها الكتاب، بس انا خلي عبد الله طلع لكم الشفرين دول وهي فرمانين الله كريم، ماشي؟ طيب بصوا. مش عارف. حد يعرف يقول لي اسباب الانوبيليشن هتبقى فين؟ هي ايه الاورجنز اللي هتبقى افكتد؟ هايبوثالاموس و بيتيوتري واوفري. دي حاجه ثانيه؟ ثايرويد تيوب. هنتكلم على انوبيليشن مش هنتكلم على انوريا، صح؟ فاحنا اخرنا مين؟ الاوفري، صح؟ باللي مشغلين، عارف لما يقول لك ايه؟ انت واللي مشغلينك او انت واللي مشغلين عندك اروبي ريتش او انت واللي ايه؟ مشغلين. في حد تاني مشغله؟ الثيرويد ولا ولد ثيرويد والادرينال طبعا، صح؟ ومين كمان يا ولاد؟ والبكرياس عشان الانسولين، وفي هرمون اسمه برولاكتين. لازم نتعرف ان الرباعيه دي بتأفكت عمل الاوفري جدا. ازاي؟ الثيرويد والادرينال والانسولين دول اللي بيعملوا الميتابوليزم بتاع الاوفري. فلو الاوفري ده ما فيهوش ميتابوليزم كويس يبقى مش هيشتغل كويس. في خلاف على كده؟ طيب البرولاكتين ده بقى لا، ده بيسبرس الهايبوثالاموس والبيتيوتري لما بيزيد عن حد. يبقى دول لما بيتأثروا بيأفكت مين؟ الأوفري. بينما البرولاكتين لما بيزيد بيضايق السكريشن بتاع مين؟ بتاع الجونادوتروبين الليزي هرمون والجونادوتروبين. سهل؟ دول أنا بسميهم المؤامرة الخارجية. يبقى إذا لما أقول أنا عايز أصنف أسباب الباثولوجيكال، أنا لسه هتكلم على أسباب فيسيولوجيكال. لما أقول عايز أصنف الأسباب الباثولوجيكال بتاعة انوفيليشن، بص العنوان اسمه ايه؟ اسمه ان اوفيليشن. يعني ايه كلمه انوفيليشن يا دكتور؟ يعني مفيش اوفيليشن، صح؟ مش مفيش منستريشن، عشان انتوا عمالين تتكلموا على الاندوميتريوم كل برضه بسكتكم. طب السيرفكس، ايه علاقه ميتين السيرفكس بموضوع اصلا؟ ايه السيرفكس ده؟ ايه علاقته بالاوفيليشن؟ ماليش دعوه اصلا، مش كده؟ يبقى لا الاندوميتريوم ولا السيرفكس ولا الليالي دي ليها اي علاقه بالموضوع. احنا بنتكلم على هايبوثالاميك بيتيوتري اوفريان اكسس هيبقى سبريست، صح؟ سبريست عشان امراض فيه، الامراض دي قد تكون كونجنيتال او انفلاماتوري او نيوبلاستيك او تروماتيك او فاسكولار، صح؟ او ايه؟ في حاجه على الدهان. جدع يا جدع، ديس فانكشن.
كلمه ديس فانكشن يعني ابنورمال فانكشن ان ابسنس اوف اورجانيك ليجن. مش دول الاورجانيك؟ يبقى انا عندي حاجات اورجانيك اهي. الحاجات الاورجانيك دي ممكن تبقى كونجنيتال او انفلاماتوري او نيوبلاستيك او تروماتيك او باسكولار بكتيريا حك. وعندي حاجه اسمها ديس فانكشن يعني في عيوب في غياب الاورجانيك ايه؟ في غياب الاورجانيك ليجن. جميل. ذن بره الناس دي في مؤامره خارجيه. المؤامره الخارجيه دي عشان حتى يعني نرسمها كده تبقى بالترتيب بدل ما عاملين اسهم ولفه وحركات وكده اهي. في عندي برولاكتين ادي البرولاكتين اهو. البرولاكتين ده بيسبرس العمل لما بيزيد عن حده مش في النورمال. انتوا عارفين في جمله مشهوره قوي يقول لك ايه؟ ست الست دي ما حملتش فسالتي ما حملتيش ليه؟ بس هرمون اللبن عالي. اسمعوا الجمله دي مشهوره قوي. ليه؟ لان البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن ده لما بيعلى بيسبرس العمل بتاع الهايبوثالاموس وميه دكتور والبيتشيتش. طب امال الثلاثيه دي اللي هي الثايرويد والادرينال والانسولين والبنكرياس يعني لو واحده دايابيتك تفتكر الاوفري بتاعها هيشتغل كويس؟ اذا كان الليفر بتاعتها مش شغاله كويس فاهمين ولا لا؟ طب الام بتاعتها مش شغاله كويس اكيد هو مش شغاله كويس. لو واحده عندها هايبو او هايبر ثايرويدزم، لو واحده عندها كوشن ديزيز او انسولين يعني الكورتيزول عالي او تفتكر الاوفري بتاعها هيشتغل؟ يبقى دول ويل افكت الميتابوليزم بتاع الاوفري. البرولاكتين العالي هيسبرس الهايبوثالاموس والبيتيوتري دول اسمهم المؤامره الخارجيه. الناس دي كلها اسمها الباثولوجيكال كوزز اوف ايه؟ اوف انوفيليشن. ولكن السؤال يا صديقي هل هناك ايضا فيسيولوجيكال كوزز؟ نعم في فيسيولوجيكال كوزز. نعم ايه الفيسيولوجيكال كوزز اوف انوفيليشن؟ لاكتيشن. هيبقى عندي برولاكتين سبريس الصح. طب بس احنا ما قلناش بريجننسي هي قبل لاكتيشن يعني ايه اللي حمسنا قوي كده؟ طب ما هو اساسا البريجننسي اساسا مش كده؟ بريجننسي اند لاكتيشن مش كده؟ ليه؟ طب ليه الست في البريجننسي ما بيحصلهاش بكتيريا حك؟ ادي كلام الناس العاقلين انه البلاسينتا بتطلع استروجين وبروجستيرون بيعملوا سبريشن للاف اس اتش والال اتش فالاوفيلاتري سايكل بتبقى كده بس خلاص كده روح يعني انا خلاص يعني مفيش اسباب ثانيه في سبوت جدعه قبل البيوبرتي. بصوا بقى انا بحب اعمل كده بقول ايه؟ ده خط العمر بتاع الستات. خط العمر بتاع الستات عليه اتنين ام. ام اسمها ميلارك وام اسمها المونوبوز. ام اسمها ايه؟ نينار. وام اسمها ايه؟ مونوبوز. يعني ايه نينار؟ اول يوم في البعد. اول يوم في اول دوره جت للبنت دي اسمها ايه؟ مينار. طب يعني ايه مينو بوز؟ اخر يوم في الدوره. جاتلهاش دوره. ماشي. قبل المينار البنت دي ما جاتلهاش دوره، ليه؟ حلوين من يوم ما بابا قول لنا كويسه عشان الهايبوثالاموس لسه ما اشتغلتش وما شغلتش البيتيوتري. نسمي ده ايه؟ ترمينولوجي. نسميه هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديزم. يعني الاوفري مش شغال هايبوجوناديزم يعني الاوفري مش شغال عشان الهايبوثالاموس والبيتيوتري مش شغالين. الترمينولوجي بيقول ايه؟ هايبوجونادوتروفيك هايبوجونادزم. ماشي. يبقى قبل المينار في المنطقه دي عندي الاف اس اتش والال اتش قليلين عشان كده الاوفري مش شغال. فقلنا نسميها هايبوجونادوتروفيك هايبو ايه؟ جونادزم. طيب بعد المونوبوز ليه الاوفري مش شغال؟ بعد المنوبوز الاوفر مش عشان شويه الاوفر اللي كانت عنده خلصوا. طب والهايبوثالاموس والبيتيوتري اخبارهم ايه؟ هل قصروا ولا ما قصروا؟ الهايبوثالاموس والبيتيوتري بالعكس ما بقاش عليهم نيجاتيف فيدباك فيبتدوا يندهوا على الاوفر. اشتغل يا عم. لو ما عنديش يا عم اشتغل.
يا ابا اشتغل. فيبتدي الاف اس اتش والال اتش يحصل لهم ايه؟ يعني هنسميه ايه اللي راح يستخدمه؟ هايبر مايل. هايبر جونيه دو ترافيك. هايبر جونيه برضه مش شغال اهو. صح ولا لا؟ يبقى اذا بيفور بيوبرتي عندنا هايبوجونادو تروفيك هايبوجونادزم، يعني الاوبري مش شغال مش عشان مشكله عنده هو، عشان مشكله في اللي فوقيه ما شغلهوش، احنا بنعرف انت واللي مشغلين صح. انما بعد المنوبوز هو اللي مش شغال لان الفوليكلز خلصت، اللي كان عنده شويه فوليكل خزين كده كل سايكل طلع له 300 و400 وخلصهم وخلص، فيبتدي يبقى عندنا هايبوجونادو تروفيك هايبوجونادزم. طيب في النص هنا اهو زي ما اتفقنا في عندنا بريجننسي اند لاكتيشن، في عندنا pregnancy and lactation. وعرفنا ليه في البريجنسي، عرفنا ليه في البريجنسي بيبقى فيه كده، ليه في البريجنسي يقول عشان ايه؟ الاستروجين بروجستيرون عالي بيعملوا صفرش، وليه في اللاكتيشن عشان مين اللي عالي؟ البرولاكتين. جميل وصمه. طيب بص بقى الحته دي، في بدايات السايكل يعني بعد المينارك، واكيد انت عارف الحكايه المينارك اهو، الفترة أول سنة بعد المينورك البنت جالها أول دورة. السنة اللي بعد المينورك دي هتلاقي الدورة تيجي شهر شهر لا، تيجي شهر ليه؟ دايما أقول إيه؟ عفوا السيارة لا تزال في التليين، لسه الهايبوثلاميك بيتيوتري أوفيريان أكسس ما انطلقش، بيشتغل سايكل ويعطل شوية وبعدين يشتغل، مش كده؟ قبل المنوبوز بالظبط بيفضل في الاوفري اسوأ البيض، البيض اللي ممشش بقى اللي فاضل في الاخر ده شويه بيض ممششين كده. فبص تلاقي البيض اللي فاضل في الاخر ده شهر يطلع اوفم وشهر ما يطلعش وشهر او شهرين ما يطلعش. فبص الاقي الاوفريشن في الاكستريمز بتوع البرودكتيف ايج يعني بعد المينارك وقبل المونوبوز. ونفس الفكره بالظبط يا اولاد، بعد المينارك السنه ولا السنتين اللي بعد المينارك بيبقى لسه الهايبوثلاميك بيتيوتري اوفاليان اكسس ما خدش سرعته، ما بقاش لطيف. وميديتلي بعد سوري قبل المونوبوز بيبقى فاضل بيض او اوفم اي كلام، فممكن شهر يحصل اوفيليشن وشهر. دي اللي انا بقولها جمله على بعضها. عفوا السياره لا تزال في التليين، اخر تنبيضه بيبقوا مششين. صح، هتلاقي الابنورماليتيز موجوده في الاكستريمز دول، هتلاقي الاوفيلاتري ديسفانكشن موجوده في الاكستريمز دول. هنا عشان عندي هايبوثلاميك بيتيوتري اوفاليان اكس لسه ما قويش، وهنا عشان عندي اوفن بيسلم نمر بيشطط قرب يشطط. يعني لو انا جيت ارسم الاوفيليان فانكشن يا اولاد، بصوا كده الرسمه دي، لو انا قلت ان انا جاي من البيوبرتي من هنا كده، هبص الاقي الاوفيريان فانكشن بيعلى وبعدين يوصل بيك وبعدين يقل لغايه لما اوصل للمنوبوز. يعني انا بادي الاوفري مش شغال اهو، الاوفري اللي مش شغال ده هيجي عند المينارك ويبتدي الفانكشن بتاعته تعلى جراديوالي، وفي الاوقات دي ممكن الاقي بيريد اوف انوفيليشن، وبعدين اخش في بيريد اسمها تشايلد بيرينج بيريد، اللي هي الفتره بقى اللي البنت فيها اللي هي سن اولاد من 20 ل 35 سنه. السن ده اللي الاوفري فيه في قمه عفيته وقمه نضجه وقمه كل حاجه. وبعدين من سن 35 سنه يبتدي الاوفريان فانكشن جراديوالي ديكريز لغايه لما اوصل لمين؟ للمنوبوز. فبص الاقي في الفتره دي برضو يبتدي يحصل تقطع في الايه؟ في الاوفيليشن. واضحه يا اولاد؟ اوكي. يبقى لما اجي اعدد الاسباب الفسيولوجيكال طبيعيه جدا اللي يحصل فيها انوفيليشن قبل البيوبرتي، وقلنا ده هايبوجونادو تروفيك، بعد المنوبوز قلنا ده هايبر جونادو تروفيك اف اس اتش عالي، ديورنج بريجننسي عشان الاستروجين والبروجستيرون، ديورنج لاكتيشن عشان البرولاكتين، هايبر برولاكتينيميا انهبت جونادوتروبين وال اتش سيرج. احنا قلنا البرولاكتين بيشتغل فين؟ فوق صح ولا لا؟ اوكي. سبورادك انوفيليشن اللي غالبا بيحصل بعد البيوبرتي وقبل الايه؟ المنوبوز. سهل الكلام؟ اوكي. نخش على الاسباب الباثولوجيكال. هنلاقي الاسباب الباثولوجيكال تدور في الاطار ده، هايبوثلاميك بيتيوتري اوفيريان ديزيز مفهومه،
وبعدين مؤامره خارجيه فيها ثايرويد وادرينال وبنكرياس وانا مزود معاهم مين بقى؟ البرولاكتين. وبعدين هلاقي ياتروجينيك عباره عن مجموعه ايه؟ ادويه. الامراض هنا كونجنيتال وانفلاماتوري ونيوبلاستيك وبروماتيك عيني وفاسكولا عيني، بس مش عايزين ننسى دايما ان في حاجه اسمها ايه؟ ديسبارج. حلو. تعال نشوف الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس ممكن يجي فيها امراض كونجنيتال. اشهر مرض كونجنيتال بيجي في الهايبوثالاموس، يعني ايه كونجنيتال؟ يعني الهايبوثالاموس تتولد او تتعمل من غير اركوت نيوكليوس. طب الاركوت نيوكليوس دي مسؤوله عن ايه؟ عن السكريشن بتاع الجلادوتروفين ريليزنج هرمون، ومسؤوله كمان عن الشم، عن الشم. الاولفاكتوري بارد طالع منها، او يعني بمعنى اضاق هي طالعه من الاولفاكتوري بارد، هي جزء من الاولفاكتوري بارد. فبص الاقي الاوفري مش شغال وكمان ايه؟ مفيش انوزميا. طب الاوفري مش شغال من ساعه ما البت دي اتولدت، نسال نفسنا سؤال، هو الاوفري ده لما يشتغل في بنوته صغيره بيحصل لها ايه؟ سكندري سيكشوال كاركتر ومنستريويشن، صح ولا لا؟ طب يبقى اسال سؤال بقى، البت دي هيبقى عندها سكندري سيكشوال كاركتر؟ هيبقى عندها منستريويشن؟ ما جالهاش منستريويشن خالص، نسمي ده برايمري ايه؟ امينوريا. سهله؟ ما جالهاش سكندري سيكشوال كاركتر، يبقى نو سكندري سيكشوال ايه؟ كاركتر. زائد فيلير اوف اولفاكتوري بالب، فبص تلاقي عندها ايه؟ انوزمي. المرض ده اسمه ايه؟ كلنا سندوم. الحته دي بس عشان نفهمها. المفروض ان عند البيوبرتي بيبتدي اليوترس والسيرفكس والحاجات دي تكبر كجزء من البيوبرتي. يعني البيوبرتي ده بره وجوه، بره بقى بريست وبيوبيك هير، وجوه يوترس بيكبر وكده. لا اللي بره هيحصل ولا اللي جوه ايه؟ هيحصل. فلاقي ايه؟ مفيش سكندري سيكشوال كاركتر وفي انفانتايل او في انفانتايل سيكشوال ديفلوبمنت، يعني اليوترس بتاعها بتاع بيبي والاوفري بتاع بيبي والحاجات دي. ماشي؟ يبقى ده الكونجنيتال بتاع البيتيوتري اللي سوري بتاع الهايبوثالاموس اللي هو اسمه ايه؟ كالمان سيندروم. اللي بيزيد عليه عن المعتاد انوزمي. اللي بيزيد عليه عن المعتاد ايه؟ انوزمي. طب اورجانيك بوست انفلاماتوري، دش بقى دش بقى الله يكرمك. بوست انفلاماتوري مننجيتس انكيفالايتس معطله الهايبوثالاموس انه يشتغل، فالهايبوثالاموس ما بيطلعش جلادوتروفين ريليزنج هرمون. نيوبلاستيك يعني في تيومر في الهايبوثالاموس، التيومر ده ديستروينج الهايبوثالاموس. الامثله مش مهمه قوي، ولا كرينيو فارنجيوم، عارفين كرينيو كاتوفيلين دي؟ بتطلع من سقف الحلق وتاكل في الهايبوثالاموس. كرينيو فارنجيوم ده مشهور قوي. الليمفوما، ها هيستوسايتوز ساركيدوز، فاكرين الساركيدوز ده جرانيوم بتاكل في ال، صح كده؟ اوكي. يبقى احنا قلنا انفلاماتوري نيوبلاستيك تروماتيك. عملت برين سيرجري، عملت برين سيرجري هيد تروما، يبقى الهايبوثالاموس اتعورت. كونجنيتال انفلاماتوري نيوبلاستيك تروماتيك. طب فاسكولار، عيانة خدت الراديشن، فالراديشن ده عمل ايه؟ سكورنج، عمل قفل البلاد فيسل، فبقى عندي بوست ايراديشن. الله، يبقى انا كده قلت كونجنيتال. اي اكزامبل جنبين، الا اللي يهمني هنا اللي انا رسمته يكون جينيتال، عشان فكرت ان في حاجه اسمها كلمه في انوزمي. انفلاماتوري مننجايتس انكيفالايتس، نيوبلاستيك اي تيومر او ناس او اي حاجه، تروماتيك برين سيرجري او دايركت تروما، فاسكولار بوست ايراديشن. مين بقى اللي هتبقى مهمه عندنا كمان؟ يبقى كونجنيتال وقلنا خلاص انفلاماتوري ونيوبلاستيك وتروماتيك وفاسكولار. مين هنا كمان الديسارج؟ احنا اتفقنا ان الهايبوثالاموس فيها نيوكلياي مهمه. النيوكلياي دي بتتاثر بايه؟ بالايتنج والايموشن والاكسرسايز، صح ولا لا؟ في ثلاثه اي بتتاثر، الاكل الايتنج والايموشن والاكسرسايز. طيب الايموشن، ايموشنال ستريس، شغل بقى، بص بقول لك ايه، فاميلي ريليشن شيب، لسه مفركشه مطلقه، ستادي الامتحانات، السفر، واحده تسيب مكانها وتسافر، دف مش هي اللي تموت، هي لو ماتت مش مهم لو فيش حتى هي هو اللي موت. انا جت واحد قال لي لسه ما بتموت بس عندها اوبيشن، خلاص اسمه الابنس اوف كلوز.
طيب اجي للسوسو سيل. انوركسيا نرفوزا وبوليميا دي الايتنج ديس اوردر. ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ الهايبوثالاموس ادي الاكل نيوكليوس وعندي هنا ايتنج نيوكليوس سطايتل ومبسطايتل. هو هي ايه؟ البنت بتاع الانوركسيا نرفوزا دي يا ولد دي بنت 17 18 سنه في الفتره دي غالبا تلاقيها بالي دانسر راقصه بالي بتلعب كومباز. عارف الناس دي يقول لك ايه بنت بتلعب كومباز فتلاقي راقصه بالي بتلعب كومباز. البنت دي جالها ايه؟ جالها فكر اما تنام بالليل ما هي عندها لخبطه في الكيمياء هنا فتنام بالليل يجي لها كابوس مفوزع انه هي بتلعب الفالي بتاعها ده الواد لما شالها كده قعدت تدخن 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 وقامت خشبت المسرح واخدها ومواعيد تقوم الصبح مش واكله وبعدين ايه تبص في المرايه ولو دخلته على جوجل ايمج وقلت له انوركسيا نرفوزا هيجيب لك المنظر التاني. واحده باصه في المرايه على راي المثل الوش مهبب والكوع مدبب يعني ايه وشها كده وكوعها يعني عصايه كده وباصه في المرايه شايفه نفسها تخينه وباصه في المرايه صوره ايه عشان بس ايه بس هي موجوده ده مصور قوي مش راضيه تيجي لا خلاص سبحان الله هجيبها لك في الاخر. المهم بنت رفيعه كده باصه في المرايه شايفه نفسها تخينه ليه استنجلينه الاستنجلينه دي هتبتدي تغير في الكيمياء حوالين الارك نيوكليس سيروتونين ودوبامين مش عارف ايه وكده فيبتدي الجونات تو بي ليزنج هرمون ايه يروح فيبتدي يبقى عندها المرض ده اسمه ايه بقى انوركسيا نيرفوزا بنت ما بتاكلش وبص روحي فجاه لقيتني تخنت فجاه لقيتني تعبت من المفاجاه راح بورتي يعني ده مش عارف ايه يبقى هي هتلاقي بنت تخش على النت هتشوفها وهي بتبص في المرايه وشايفه نفسها تخينه خلاص يعني خلاص الدوره مفيش دوره خلاص خلاص دي ست واضحه ما بتاكلش وبالمناسبه بيموت يا ستي والمصحف بصي اهي الجلد اهو الجلد بص الريبس اهي وريبس واحد اثنين ثلاثه اربعه باينين طلع طلع بصي الاليا كريست هوريك الصور دي اهو الاليا كريست اهو 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 طالع انا انسى فده نوع من انا عايز اوصل لك دي ان ده نوع من انواع كده كده في اختها بقى بس اختها دي انكت اللي هي البوليميا دي بقى عندها شعر ساعة تروح وساعة تيجي شوية دي زي السيدة الفاضلة الراحلة ديانا دي عندها شعر ساعة تروح وساعة تيجي يعني ايه؟ يعني شوية كده تقول لك بص أنا أعظم الأكل ده أعظم اختراع في الدنيا بعد الكهرباء الكهرباء والأكل وتقعد إيه؟ ودي حقيقة يعني بس عشان تقعد تاكل اكل يعني ايه يعني حش الحمير في النجيل واخد بالك فتلاقيها تخنت 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 وبعدين ربي ايه اللي انا عملته في نفسي ده انا ازاي بقيت كده فتقعد ما تاكلش ما تاكلش ما تاكلش ما تاكلش لذلك لما تشوفوا صور دي انا تلاقيها صور تخينه صور رفيعه صور تخينه صور رفيعه صور ليه هي كان ربنا بليها البوليميا الاخرى استنجلين ده بيوصلوا ايه؟ انه بعد ما ياكلوا يرخوا يطفحوا وكده عشان يرجعوا الاكل. كده كده خلاص؟ يبقى ده اسمه ايه؟ دي اسمها ايه يا ولاد؟ دي اسمها ايتنج ديس اوردر. اي رابد ويت لوس اي رابد ويت لوس يقول لك ايه؟ انا هبدا ريجيم قاسي. ما هو بص اهي ايتنج اتفقنا؟ ايموشنز قلنا الايموشن في بقى احد انواع الايموشن لطيف قوي اللي هو اسمه سودو سايليسيس. في فيلم مشهور قوي فريد شوقي وكريمه مختار وسمير غانم مش عارف ايه اسمه يا رب ولد. في الفيلم ده كان كريمه مختار عندها ثلاث بنات كويس
لا مش مهم بقى سعاد يونس ودلال عبد الله مش لازم انا انسى مش لازم طيب المهم في الفيلم ده كان عندها ثلاث بنات كان نفسها في ولد من كتر ما هي نفسها في ولد ابتدى الايموشن دي تتحكم في الجوناتوبين ريليزنج هرمون توقفه فيبتدي يجي لها امينوريا وتبتدي تقول انا حامل هتتفلس بسرعه هتعمل برنس سيستم عنيده وده الجزء الثاني من الفيلم بقى قصه ثانيه خالص لما هي في الجزء الاولاني قالت له يا حاج جبت لك الولد يا حاج وابتدى بقى يخرجوا بقى وحركات وبتاع وبعدين راحت بقى عملت برنس سيستم بس طلع ايه نيجاتيف في مراحل اعلى من السودو سايسس انا شفتها انا شفت حالتين سودو سايسس لا انساهم بقى عيانه جت في العياده اللي راحت للدكتوره قال انت عندك تسمم حمل حامل في الشهر السابع وراحت للدكتوره قال لها عندك تسمم حمل تعرفين عندكم اي فكره عن حاجه اسمها بري كلامزي ده في هايبرتنشن وكونتروليا يعني كده المهم ففعلا اصلها الضغط لقينا ضغطها 180 على 110 بروتونوريا فيها بوست بروتونوريا بطنها منفوخه حامل في الشهر السابع اخر دوره كانت من 7 شهور يا نهار اسود بسرعه بقى جالي كانيولا ومغنيسيوم سلفيت مش عارف ايه سونار مفيش حمل اصلا تاني الوليه ايه عندها رينال ديزيز فرينال ديزيز ده خليها ما بتحملش بس عشان هي عندها سترونج ديزاير اول ما الدوره غيبت قالت انا حامل والدينايل بتاعها ما تروحش لحد لغايه لما لقيت عندها صداع جامد فقالت ناطر ولا حد اصلها الضغط مش عارف ايه وبتاع فاهم؟ وتاني الحكايه كلها ايه؟ رينا عارفين انتوا الحاجات بتاع البروتونوريا نفروتك نفريتك اوعيتك الحاجات فهي البنت ماشيه في السكه في السياق المره الثانيه برضو جت واحده برضو حامل في الشهر الثاني قالت لك انتي بارتم هيموج انا بنزل وجالي مش عارف ايه صداع مفيش حد ده بقى مراحل عليا من السودوسايسس فيها دينايل حتى مش هعمل بريجنسي تيست انا حامل بقى خلاص فدي فكره الايه الايموشنز دي فكره الايه الايموشنز طيب اخر حاجه الاكسرسايز وانا يمكن شرحت لكم زياده السيركليتنج اندورفينز مش انا شرحنا الكلام ده بنت ايه سيرينا ويليامز سيرينا ايه ويليامز بص هي بقى ايه الناس العدائات والعدائين والحاجات الجميله خلاص كده ولا اوكي يبقى عرفنا كونجنتال انفيرماتوري نيوروبلاستيك اوتوماتيك وعرفنا عن الديس فانكشن عرفنا الثلاثه ايه ايموشن وهيدنج وايه ويسس طيب بيتيوتري في كونجنتال ديزيز في البيتيوتري بيبقى في ديفكت في البيزوفيل والاسيدوفيل البيزوفيل تقرر ما تطلعش اف اس اتش وال اتش والاسيدوفيل تتقرر ما تطلعش جروس هرمون فعشان ما فيش اف اس اتش وال اتش هتبقى نسخه طبق الاصل من الكلمن فاكرينه عندها برايمري هاميدوريا وابسن سكندري سيكشوال كاركتر وانفانتايل مونت مش كده ولا ايه طيب وعشان ما بتطلعش جروس هرمون بتبقى ايه دور فهي ما بتطلعش اف اس اتش وال اتش زي ما اتفقنا وما بتطلعش ايه جروس هرمون المرض ده اسمه ايه ليفيرولين كده يعني في ديفكت في الجوناتوتروبين والجروس هرمون الاثنين مع بعض ليفي لورين سندروم خلاص بتاع دكتور هشام عباس هتبص تلاقي في ديفكت في الجونادوتروبين وفي ديفكت في الايه؟ في الجروس هرمون اوكي يبقى ادي الكونجنتال وقلنا الكونجنتال هنا ده اللي هو ايه؟ ليفي لورين طيب بعد كده الفيلماتيك ايه ده؟ مننجايتس والانكيفالايتس يا ابن الايه يا لذينه؟ ما هي؟ تيومرز لا البيتيوتري بقى البيتيوتري فيها اورام ايه الاورام بتاع البيتيوتري؟ بص يا دكتور هي الاسيدوفيل ادينوم مش انا علمتك الكلام ده امبارح ما انت مش واخد بالك بص بقى انا هتلاقيني بقى خلاص في الكلينيكال انا مش انا مدرس ده بالكوازي يا دكتور ما مش معقول الاسيدوفيل ادينوما دي اللي هي المفروض بتعمل ايه؟ جايجانتيزما واكروميك اللي بتعمل جروس هرمون صح؟ طيب البيزوفيل ادينوما اساسا بتعمل كوشن ديزيز اساسا لما يحصل بيتيوتري ادينوما مش بتضغط على الخلايا اللي بتطلع اف اس اتش وال اتش يبقى مش هتشتغل طب والكروموفوب بقى الكروموفوب سيل المفروض انها بتطلع ايه ولا حاجه ولا حاجه بس لما الكروموفوب سيل دي بتكبر
بتطلع برولاكتين از بارانيوبلاستيك سندروم، هي وظيفتها المفروض ما بتطلعش حاجه صح، بس لما بتكبر قوي بتطلع ايه برولاكتين. طب هو البرولاكتين ده بيسبرس الاوفيليشن ولا لا؟ اوكي، يبقى الثلاث خلايا بتوع البيتيوتري لو جه فيهم تيومر يسبرس، اه لو حصل برولاكتينوما اللي هي من الكروموفوبسل البرولاكتين شغال مبوظ الدنيا، لو حصل اسيدو في الادينوما اه برضه يعمل بريشر ويبوظ الدنيا، لو حصل بيزو في الادينوما وحصل كوشك سندروم برضه يبوظ الايه الدنيا. طيب يبقى كونجنيتال انفلاماتوري نيوبلاستيك تروماتيك صح، بيتيوتري تيومر سوري انا اسف تروما دايركت تروما او سيرجري او فاسكولار اللي هي الراديشن. اما الاسود مش انا شرحت الكلام ده والله شرحت ايه حكايه انتي سيلا سندروم دي، حكايه انتي سيلا سندروم. بصوا كده، فاكرين لما قلت من شويه ان الكونكشن بتوين الهايبوثالاموس والبيتيوتري ممكن تتقطع؟ عشان شرحت قلت الكلام ده في اول الحصه. ايه اللي بيعمل الكلام ده؟ مش حضراتكم فاهمين ان البيتيوتري ده موجوده في مكان اسمه سيلا تيرسيكا، وفي فوقيها حاجه اسمها ديافرام سيلي حاميها ديافرام، ده ساعات الديافرام ده بيبقى ابسنت. دكتور ايه اللي يخليه ابسنت؟ والله في ناس بتتولد كده، وفي ناس بتعمل حادثه تبقى كده، وفي ناس بتعمل عمليه تبقى كده، مش مهم. انما المهم ان السقف ده ما بقاش موجود. في هنا شويه ميه اسمهم ثيرد فنتري. لما الدايفرام سيل دي تقع يبتدي الثيرد فنتري كده يحصل له ايه؟ يضغط على الكونكشن اللي بتوين الهايبوثالاموس ومين؟ وشويه شويه بقى كمان يبتدي يضغط على البيتيوتري شخصيا ويعمل لها ضغط. نشوف التضارب كده. انا كان عندي في ديافراج مسلي، الديافراج ده وقع، فابتدى الثيرد فنتريكل ده يضغط على الكونكتنج سبوت وبعدين يضغط على البيتيوتري يعمل لها ايه؟ اتروفي. في كل الاحوال في عندي اف اس اتش ولا اتش، سواء ضغطت على الكونكتنج سبوت سواء عملت اتروفي. ده انا لما ضغطت على الكونكتنج سبوت مش بس ما بقاش عندي اف اس اتش ولا اتش، بقى عندي كمان بقى عندي برولاكتين عادي، مش احنا قلنا كده؟ بقى عندي اف اس اتش ولا اتش قليلين وبرولاكتين ايه؟ عادي. يبقى المرض ده في اوله لما يضغط على الكونكتنج سبوت الاف اس اتش والال اتش قليلين والبرولاكتين ايه؟ عادي. بعد شويه يبتدي الهرنيشن ده يزيد ويبتدي يسفلت البيتيوتري، ما بقاش عندي لا اف اس اتش ولا ال اتش ولا عندي اي حاجه. ده اللي اسمه امتي سيلا ايه؟ سندروم. لما تعمل سي تي او ام ار اي هتشوف طبعا الميه وهي نازله. طيب بيتيوتري انسفشنسي يعني البيتيوتري باظت. ايه اللي بوظ البيتيوتري؟ اشهر حاجه اشهر كل الكلام ده في تخيل كل البيتيوتري ديزيزز اللي انا قلتها دي في ديلي. في مرض واحد ده مشهور قوي بيصيب البيتيوتري اسمه شيهان سندروم. حد سمع عن شيهان ده؟ شكلهم كده سامعين عنه خير يعني. ايه شيهان؟ بصوا بقى لما تيجي عيانه حامل وتنزف، عيانه حامل وايه؟ وتنزف، في اثنين اورجنز بيروحوا الكدني والبيتيوتري. ليه؟ لان الكدني هي اول اورجن بيتاثر مع اي نزيف. يعني لو حد عنده هيماتيمسيس ايه اول اورجن هيزعل؟ الكدني. لو حد عنده هيموبسيس ايه اول اورجن هيزعل؟ الكدني. فمع اي نزيف كده كده الكدني بتتلكك، اي هايبوفوليميا بتبوظ. طب ليه مع الحمل البيتيوتري بالذات بتتاثر؟ لان مع الحمل حجم الانتيريور بيتيوتري بيزيد من غير ما البلاد سبلاي بتاعها بيزيد. تيجي تطلع جروس هرمون وبرولاكتين ومش عارف ايه من غير ما البلاد سبلاي بتاعها بيزيد. فبتبقى بتتلكك، عارف يقول لك ايه؟ على هسه. يعني من ابو لمس. فالبيتيوتري سايز بيزيد without concomitant increase في البلاد سبلاي. وده اللي بيخلي اي اوبستاتريك هيموريدج تنزف قبل الولاده بعد الولاده. مين الاورجن اللي هيبقى افكتد مع الكيدني؟ البيتيوتري. لذلك من وانت احنا قاعدين هنا لو قال لي ايه الكومبليكيشن بتاع الانتي بارتم هيموريدج قول له بقى انا عارف اثنين منهم شيهان سندروم ورينال فيلير. ايه الكومبليكيشن بتاع البوست بارتم هيموريدج؟ اثنين انا عارفهم انا شيهان سندروم ورينال فيلير. انه شيهان سندروم يحصل بيتيوتري انفاركشن. ايه اللي عمل البيتيوتري انفاركشن؟ انها اتلككت اول لما نزفت هي كانت يعني يا دوبك كده بتشاور عقلها قام حاصل بيتيوتري انفاركشن ديو تو اوبستاتريك ايه؟
هيموز، ده اسمه شيهان ايه؟ سندروم. في الشيهان سندروم هبص الاقي اي هنا مكتوب سيفير بوست بارتم، لا بوست بارتم وانتي بارتم، وهناخد ان شاء الله في الانتي بارتم، ماشي؟ تعرفين ايه انتي بارتم وبوست بارتم؟ اي بيتيوتري انفاركشن تاني عشان في انفكشن او نيوبليزيا او تروما ده اسمه سايمون ديزيز، ده اسمه ايه؟ سايمون ديزيز. اوكي يبقى نراجع، احنا قلنا في البيتيوتري في عندنا كونجنيتال اللي هو اسمه ليفي لورين، في عندي انفلاماتوري ونيوبلاستيك بودروماتيك، وفي عندي مرضين مرض اسمه امتي سيلا سندروم وده قلناه، وفي عندي بيتيوتري انسفشنسي عشان شيان وصلت. اقول بس التشارجي فاضل لي بالظبط بالظبط اقل من 5 دقايق. الاوفيريان كوزز كونجنيتال ان البنت تتولد من غير اووسايت. شوف الفرق بقى، هناك تولد من غير جراثيم من ولادته من دلوقتي من هنا من غير اووسايت، ده مشهور قوي. ترنر، عارفين ترنر ولا لا؟ ترنر ده اللي هو ايه؟ اكس واحده بس صح، ونظره اكس هي هنتكلم عليه ليه تاني. انفلاماتوري ايه اشهر انفكشن يبوظ الاوفري؟ مامبس الاوفري بتستس، حتى لما يجي حد عنده مامبس خاف عليها على طول، منشره في مصر. Inflammatory neoplastic destruction of the ovary by the tumor. Traumatic surgical removal أو destruction بالirradiation أو chemotherapy. سهلة هذا الكلام. Congenital inflammatory neoplastic traumatic vascular. سهلة. Other بقى دول مش راح مرة جاية. يعني إيه polycystic ovarian syndrome؟ إحنا قلنا ده dysfunctional. يعني إيه premature ovarian failure؟ هنقوله. ويعني إيه resistant ovary syndrome؟ بس بسرعة بيسي وقولتوا يعني إيه premature ovarian failure؟ يعني الاوفري يخلص الفوليكلز بتاعته قبل سن 40 سنه، المفروض يخلص بعد ايه 40. ليه بقى؟ هنقول ايه ريزيستنت. كان في حد هنا ولا قال لي الريسبتور هنا اوفري فيه فوليكل بس ما فيهوش ريسبتور، هيبقى اسمه ريزيستنت اوفري ايه؟ سهلة؟ طيب قلنا اسباب الاندوكراين اللي هي الثايرويد والادرينال والانسولين ايه ريزيستنس، ممكن نزود معاها ايه كمان؟ هايبر واللاكتينين، صح ولا لا؟ يعني ايه الادويه، ايه الادويه اللي ممكن، ويبقى كده احنا خلصنا الايتيولوجي وبكره ان شاء الله نكمل. ايه الادويه اللي ممكن تعمل انوفيريشن اللي هي ياتروجينيك بقى عشان نبقى تمام كده؟ بصوا بسهوله وبساطه وبصوا قد ايه يا اولاد الدروس الكلينيكال بتبقى سهله قبل ما تزرع لها بيزكس ساينس، مش تزرعت بيزك ساينس خلاص احنا نتكلم بقى. الياتروجينيك انا عندي ادويه هتاثر على الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، ادويه هتاثر على هتزود الدوبامين، والكيموثيرابي والراديوثيرابي اللي هيعملوا ديستراكشن لمين؟ للفوليكلز. لا ممكن ماشي يعملوا ديستراكشن هاي سبستيتيوتي والفوليكلز كويس. طيب ايه الادويه اللي هتقلل الجونادوتروبين ريليزنج هرمون؟ بص اول واحد اسمه ايه؟ لونج اكتنج جونادوتروبين ريليزنج هرمون. نيجاتيف فيدباك. داون ريجوليشن. فاكرين ولا لا؟ مش احنا قلنا لما ندي جونادوتروبين ريليزنج هرمون كونتينوس فاكرين؟ يعمل داون ريجوليشن للبيتيوتري ريسبتور مش كده؟ فيبتدي البلسيتايل اللي شغال من جوه ده ما يشتغلش مش كده ولا ايه؟ صح. بصوا رقم 2 لما ادي سيكوسيز او بروجستيرون يعملوا نيجاتيف فيدباك على فوق. حد مستغرب من حاجه؟ لما ادي كونتينوس بروجستيرون ثيرابي صح هينهبت الجونادوتروبين بالس وهقلل اف اس اتش والال اتش. لما ادي سيكوسيز يعني كومبايند استروجين وبروجستيرون، المفاجاه بقى لما ادي اندروجين كمان احنا هنكتشف ان الهايبوثالامس والبيتيوتري في الراجل والست فيهم استروجين وبروجستيرون واندروجين ريسبتور والثلاثه بيعملوا نيجاتيف فيدباك، فلما ادي سنسيتك اندروجين كمان هعمل نيجاتيف فيدباك. يبقى بصوا الموضوع هنا هتلاقوه مقسوم نصين، اللونج اكتنج، اللونج اكتنج اللي هو كونتينوس جونادوتروبين اللي بيعمل داون ريجوليشن للبيتيوتري ريسبتور، والنص الثاني ان انا ادي ستيرويد استروجين او بروجستيرون او ايه؟ اندروجين. سهله؟ طيب ادويه بس دي بقى سيبها دلوقتي لما ناخد هايبر برولاكتينيميا نعلي الدوبامين. اغلبيتهم انتي سايكوتيك، انتي هايبرتنسيف، انتي ايميتيك. ها؟
انتي مان. الادويه دي بتتلاعب بايه عشان نخلص بالدوبامين؟ مش احنا قلنا ان الدوبامين ده البرولاكتين انهيبيتوري فاكتور؟ فلما ادي دواء يوطي الدوبامين هيبتدي البرولاكتين يحصل له ايه؟ يعني الادويه الانتي دوبامينرجيك هي الانتي سايكوتيك والانتي هايبرتنسيف والانتي ايمن. دي ادويه انتي دوبامينرجيك فيبتدي الدوبامين يقل فيبتدي البرولاكتين ايه؟ يعلى. واخيرا الكيمو ثيرابي. يبقى احنا قلنا ايه يا ولاد؟ في اسباب فيسيولوجيكال واسباب ايه؟ باثولوجيكال. الاسباب الفيسيولوجيكال هايبوثالاموس كونجنيتال انفلاماتوري نيوبلاستيك تروماتيك فاسكولار وميسيلينيس. ايه بقى الميسيلينيس اللي عندي؟ ايتينج واكسرسايز وايموشن سهله. بعد كده عندي بيتيوتري كونجنيتال وانفلاماتوري ونيوبلاستيك وتروماتيك وفاسكولار جايز وميسيلينيس. ايه الميسيلينيس اللي عندي؟ امبتي سيلولا سندروم وبيتيوتري انسفيشنسي. طب الاوفر كونجنيتال وانفلاماتوري ايه كونجنيتال؟ ترنر. وايه الميسيلينيس؟ ثلاثيه بي سي او ريزيستنت اوفري سندروم وعقله بيماتشور اوفريان. بعد كده المؤامره الخارجيه. بعد كده الياتروجينيك. ايه الياتروجينيك؟ ولاد التروبين ريليزنج هرمون زياده الحاجات اللي بتزود الدوبامين والكيموثيرابي. اخر كلمه اقول قبل ما نمشي عشان دي اقرا في كتاب حاجه اسمها بوست بالامين. دي بوست بالامين. بص يا دكتور الاول ازرع الصح وبعدين اقول لك ما يكسبش. ايه الصح؟ لما حضرتك او حضرتك تتجوزي وعايزه او عايز تاجل الحمل شهرين ثلاثه سنه سنتين عشان بقى ظروف اقتصاديه علشان انتوا عايزين تفرحوا بشبابكم تلعبوا عريس وعروسه دي مش انما يعني الفكره ان انتوا اتجوزتوا وعايزين تاجلوا الحمل سنه ولا اثنين. ايه افضل طريقه لده؟ سيوسيس. يعني ايه وسيله منع الحمل في تشويس فور يوري مانج؟ سيوسيس. فيجي واحد او واحده يقول لك انا هستخدم سي او سيز فمامتها هتقول لها الجمله الثلاثه بس يا بنت ده يلخبط لك الهرمونات ويجيب لك المرض الوحش. اللي احنا هنعرفه لما ناخد سي او سيز ان السي او سيز بتنظم الهرمونات وبتمنع المرض الوحش. يعني بكلمك والله خلاص؟ صدقني والله سهلة؟ اوكي طيب؟ ولكن بقى ده النيولي مالت افهم يا دكتور. طب في واحده بقى استخدمت السي او سيز 10 سنين دي قصه ثانيه دي مش تبقى نيولي مالت. اللي هتستخدمه 10 سنين هتقعد 10 سنين الهايبوثالاموس والبيوتري بتاعتها مش شغالين. فلما وقف السي او سيز الهايبوثالاموس هيشتغل ازاي بقى؟ 10 سنين بقى 10 سنين مش سنه ولا اثنين ولا ثلاثه. فعبال ما تفيق راي البنت دودي مالك يا دودي بفيق يا ابني فيق كده. فعبال ما الهايبوثالاموس والبيتيوتري دي تفوق كده وتصحى معاك فيها شهرين ثلاثه اربعه خمسه بالكتير قوي وبعد كده هتشتغل. واحد يقول لي طب يعني يا دكتور انا لو انا لسه متجوزه واخدته هتفيق؟ لا لو استخدمتيه سنتين ده بالعكس ده بعديه بيحصل ريباوند في الاف اس اتش والال اتش وبيبقى الحمل سريع بعديه جدا جدا. احنا بنتكلم على الاستخدام لفترات طويله. يعمل بوست بيل امينوريا لمده 3 شهور او 4 شهور بس على شرط على لونج ايه؟ بيريد. بسطت بيكم شكرا ليكم خلي بالكم من نفسكم مش عارفين ما تتكلمش عارفين